الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة حلقة بإذن الله هتكون مهمة جدا. عندنا أخبار كتير بتتعلق بالنادي الأهلي وأخبار كتير بتتعلق ببطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر، فبالتالي كلام كتير جدا جدا هيكون عندنا في حلقة النهاردة. قبل ما أروح لأهم وأبرز العناوين، خليني أقول لحضراتكم خبر مهم قوي، هو خاص بسيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. والنهاردة كان في اجتماع ما بينه وما بين السيد هشام زعزوع رئيس مجلس إدارة شركة التعمير مركز مارينا العالمين، والسيد العمري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب رئيس النادي الأهلي، وذلك لمناقشة بحث تطوير البنية التحتية الإنشائية الرياضية بالساحل الشمالي والعالمين. فبالتالي ده كان خبر مهم عشان البنية التحتية يتم تطويرها بالتحديد فيما يخص الجانب الرياضي، يتم تطويرها في الساحل الشمالي، ودي جزئية هتكون مهمة جدا وهتعود بالنفع بالنسبة لناس كتير جدا جدا من المتواجدين في هذه المنطقة الفعالة. أكيد يعني ده خبر أكيد كان مهم ابتدينا بيه حلقة النهاردة. خلينا أقول لحضراتكم إن جزء تاني حلقة اليوم هيكون معنا ضيفنا العزيز أستاذ عمر البنوبي ناقد الرياضي بأخبار اليوم، وهنتكلم بتفاصيل كتيرة جدا على كل الملفات الموجودة على الساحة سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي أو بطولة الأمم الأفريقية. خلينا نروح لأهم وأبرز العناوين ونرجع نكمل، يلا بينا. أمم أفريقيا تحقق أرباحا قياسية. طاقم تحكيم أوروبي للقمة واتجاه لإقامة السوبر بالقاهرة. فتح باب الترشح للجنة الأندية منتصف أغسطس المقبل. بالماضي يطالب الإعلام بالتوقف عن نغمة المرشح الأول. مدرب نيجيريا أنتظر دعم المصريين بنصف نهائي الكان. رمضان صبحي اللعب الغير الأهلي مستحيل. محمد يوسف يعدد مكاسب معسكر إسبانيا. من ضمن الأخبار المهمة برضه هو فيما يتعلق بالقيد الأفريقي والأزمة اللي كنا اتكلمنا فيها امبارح، وإن الاتحاد الأفريقي بعت الاتحاد المصري إن ما يكونش أو ما فيش استثناء للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية بالتحديد في جانب القيد الأفريقي. فامبارح أعلن اتحاد الكرة فتح باب القيد يوم كام؟ يوم 29 من الشهر الجاري، وتم تحديد يوم 31 موعد نهائي قيد اللاعبين الجدد في القوائم الافريقيه لانديه الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري اهلي والزمالك دوري ابطال افريقيا وبيراميدز والمصري الكونفدراليه الافريقيه. يعني الازمه هي ما اعرفش بقى الجزئيه فيما يتعلق بالغرامات اللي هتبقى على الانديه. احنا الانديه مش هتقدر تعيد لحد يوم 29 لان اخر مباراه طبقا لتعديل الجدول الاخير ان مباراه الاهلي والزمالك هتكون يوم 28، فمن اليوم الثاني على طول تقدر تعيد محليا عشان تعيد افريقيا. فالامور هي يعني مفيش اي حاجه اتغيرت، لكن ده كان خبر مهم وخرج من اتحاد الكوره حبينا نقوله لحضراتكم. نروح بقى نتكلم في اهم اخبار النادي الاهلي النهارده. احنا عارفين النادي الاهلي كمان بالظبط حوالي ثلث ساعه هيكون عنده مباراه وديه امام فريق نيوبورت كاونتي الانجليزي، احد فرق الدرجه الثالثه في انجلترا، ومباراه هتكون مهمه جدا. وفي جزئيه بالتحديد غايه في الاهميه عايزين نتكلم عليها، وهي فيما يتعلق بمستويات الأندية للأهلي بيقابلهم في فترة الإعداد، عشان الكلام ممكن بيكون كتير شوية. الأهلي ليه ما بيلعبش أندية قوية؟ الأهلي ليه ما يشوفش أكبر الأندية ويشارك معاها مستويات أعلى من كده ويخوض مباريات ضدهم؟ الموضوع مش كده خالص، الموضوع بيبقى من خلال المدير الفني والجهاز الفني اللي بيرى أن لازم أبتدي بداية تدريجية في المستوى. ليه؟ علشان لو عايز أطبق فكر معين أطبقه قدام فرقة ضعيفة، مش فرقة ما تكونش قوية، وبالتالي ما الامور تبقى صعبه عليا وانا عايز اطبق الفكر ده او الشكل الخططي او التكتيك اللي انا عايز العب بيه. لا، هجرب مع فرقه ضعيفه بعديها فرقه اقوى فرقه اقوى عشان احاول احفظ لعبتي، ومن ثم في المباريات القويه اقدر افرض شخصيتي في الملعب. فالموضوع بيبقى يعني مترتب على التفكير الخاص بكل جهاز فني. النادي الاهلي شايف او مستر لوسيرتي شايف ان احنا مهم قوي ان احنا نبتدي بمستويات ضعيفه جدا في المواجهات اللي بنقابلها في المباريات الوديه، وبعد كده هنخوض مواجهات قويه. الاهلي عنده مباراه وديه النهارده، ودي تاني مبارياته بعد المباراه الاولى واللي فاز فيها بنتيجه 9-0، وهيكون في مباراه اخيره ان شاء الله يوم 15 من الشهر الجاري. ووارد جدا لما يرجع القاهره حسب مباراه المقاولين هتكون امتى؟ يوم 22 على ما اتذكر يعني، او 21 كمان. ف
فممكن يكون في مباراه وديه اخرى في القاهره، لسه الامور دي هنشوفها ويحددها الجهاز الفني للنادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم التشكيل الخاص بالنادي الاهلي اللي هيلعب المباراه الوديه دلوقتي. والتشكيل في حراسه المرمى علي لطفي، في خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعه، محمد نجيب، وباسم علي. محمد هاني هيكون ظهير ايسر طبقا للتشكيله اللي تم ارسالها ليا الان. وفي نص الملعب عمرو السوليه وحسام عاشور، قدامهم اسلام محارب، احمد حمودي، ناصر ماهر، وعمر جمال. دي تشكيله النادي الاهلي في المباراه اللي هتنطلق بعد دقائق امام فريق نيوبورت كاونتي الانجليزي. والمباراه اكيد هتكون مهمه، يقف من خلالها الجهاز الفني على مستويات اللاعبين، المرحله البدنيه اللي هم وصلوا لها لحد دلوقتي كام، يشوف يبص على الشباب الموجودين في المعسكر عشان يقف برضه على مستوياتهم، يقدر يقرر التوليفه، التشكيله، القايمه اللي هيكون محتاجها خلال الفتره الجايه في البطولات المحليه وبطولات الافريقيه. التوفيق للنادي الاهلي في هذا الشان. خلينا نروح كمان من ضمن الاخبار المهمه وتصريح مهم قوي لرمضان صبحي. امبارح كان قناه الاهلي من خلال زميلي العزيز عمر ربيع ياسين كان في لقاء مع رمضان صبحي نجم النادي الاهلي، واتكلم في امور كثيره جدا فيما يتعلق بالمفاوضات الطويله مع هدرسفيلد، واتكلم كمان على كانت رغبته الاستمرار مع النادي الاهلي لمده موسم، وهي هي كمان كانت رغبه اداره النادي الاهلي ان هو يكون متواجد خلال الفتره الجايه. قال المفاوضات قلقت شويه بسبب ان المفاوضات كانت طويله، لكن المهم ان انا متواجد دلوقتي في النادي الاهلي. اتكلم كمان في امور ان هو عنده 8 سنين متواجد في النادي، فكان مستحيل جدا ان هو يلعب في اي نادي ثاني في مصر. كلام كتير جدا جدا من رمضان صبحي، خلينا نروح نشوفه قال ايه. يلا بينا. متربي عمر، انت عارف انا متربي في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين، فموت يعني مش محتاج ان انا اقول حاجه زي كده. الواحد فعلا اهلاوي، ودي حاجه مش كلام، دي من جوه الواحد، فدي حاجه معروفه للناس كلها، وربنا يكرم ان شاء الله الفتره اللي جايه. من الاول خالص كان في كنت انا نفسي اقعد في الاهلي سنه كمان، واداره النادي كانت نفس الكلام، فكان في ما بيننا يعني كيميا كده، النادي كان عايزني ومهتم ان انا ابقى موجود، وانا كان نفس الكلام. طبعا زي ما انت قلت المفاوضات كانت صعبه، بس الحمد لله قدرنا ان احنا اداره النادي الاهلي بصراحه كابتن محمود الخطيب والباشمهندس خالد مرتجي بصراحه عملوا شغل جامد جدا، قدروا ان هم يخلصوا. كنا كلنا في ظهر بعض، كانت صعبه جدا، قعدنا اسبوع حوالي حاجات رايحه جايه كده صعبه جدا، بس الحمد لله خلصت في الاخر. الحمد لله موجود في النادي الاهلي، بيتي والحته انا اتربيت فيها، وان شاء الله اهم حاجه الفريق كله يعمل حاجه كويسه ان شاء الله السنه دي. طبعا كابتن سيد وعدني كذا مره، وكابتن خطيب والبشمهندس كلهم بصراحه يعني تعبوا يعني عشان يخلصوا الصفقه، وانا برده كنت معاهم في اوقات كنت بحس ان الموضوع هيبقى صعب جدا، فكان بيبقى في قلق، وفي اوقات تحس ان الدنيا خلاص سهله، يعني انت يوم ورا الثاني بتحس ان يوم خلاص الدنيا هتخلص النهارده، وتاني يوم تحس ان الدنيا اتصعبت جدا، بس الحمد لله اللي هي خلصت في الاخر، وان شاء الله بقى الفتره دي تبقى خير علينا كلنا. هم كانوا بيقولوا لي رايهم، وفي الاول والاخير كان الراي بتاعنا، يعني هم كانوا بيقولوا لي بس رايهم، وفي الاخر يقولوا لي انت اعمل اللي انت عايزه، فانا كنت بستشير كذا حد كده، وفي الاخر كان الراي الاول والاخير اللي انا اقعد في النادي الاهلي. فهم بصراحه قالوا لي حاجات فادتني في اللي انا اقعد او امشي او الحاجات دي كلها، بس الحمد لله في الاول او في الاخر الواحد رجع بيته تاني، فان شاء الله زي ما قلت لك الموسم ده نقدر نعمل حاجه كويسه. طبعا انا كنت جاي نفسي اخد بطوله افريقيا، الحمد لله اللي انا قاعد موسم تاني نحاول ان شاء الله نحققها. التفكير مش فردي بالنسبه لي بس، التفكير كله عندنا جماعي، كل الفريق بيفكر في بطوله افريقيا، فان شاء الله الفتره دي نقدر ان احنا نحققها. طبعا كل الفرق في افريقيا دلوقتي بقت صعبه، ما بقتش زي الاول، الدنيا بقت صعبه جدا، بس احنا بروحنا واصرارنا فنقدر. لو احنا يعني دايما لعيبه النادي الاهلي من ساعه ما طلعت اتربيت على كده، لو احنا عايزين نعمل حاجه بنعملها،
فان شاء الله هو الموضوع في ايدينا، ان شاء الله نعمل اللي علينا، وطالما الهدف جماعي ان شاء الله نوصل له ونحققه يا رب ان شاء الله. الناس اصلا مش محتاجه اللي انا اقول خالص، انا عندي 7 سنين وانا في النادي الاهلي، فانا دلوقتي يعني الحمد لله انا بس طلعت سنتين او سنتين ونص ورجعت، فقعدت مثلا في النادي الاهلي 12 سنه ولا 13 سنه، فما اظنش اي فلوس او اي حاجه ممكن تعوض على النادي الاهلي او حب الجمهور او حب المكان اللي انا اتربيت فيه. الناس بتقدرني هنا كويس قوي، وانا بحترمهم وبقدرهم، يعني التقدير ما بيننا متبادل. فان يعني شايف ان النقطه دي خلاص بقى المفروض الناس بقى اللي بتكتب او بتقول اي حاجه تشيلها خلاص، عشان هي مش موجوده يعني اوريدي. فالنادي الاهلي بيتي، والناس هنا بتقدرني كويس قوي، بيحترموني جدا، انا برضو بحترمهم، فاظن مش هيبقى في اي حاجه اللي انا ممكن العب في اي نادي غير الاهلي. بص، في حب متبادل ما بيننا، دي حاجه بتاعت ربنا. الناس الجمهور كله بيقدرني وبيحترمني، وانا نفس الكلام، جمهور النادي الاهلي ده عندي حاجه كبيره جدا جدا جدا، مش كلام كده وخلاص، الناس كلها عارفه. وبعدين انا بصراحه يعني في فتره كده، الفتره اللي هي لما كان الصفقه هتتم والكلام ده، قبليها الاسبوع اللي قبليه ده، انا جالي كميه مسجات بصراحه اللي انا اقعد في النادي. فبص انا كنت من جوايا كده اللي انا مبسوط جدا ان الناس عايزاني اقعد في المكان، فطبعا بشكرهم واقول لهم ان شاء الله الفتره الجايه نحاول نساعدكم، احنا ما حققناش بطوله افريقيا، احنا عارفين اللي دي اللي انتوا عايزينها، ان شاء الله نحاول على قد ما نقدر الفتره دي ندي المية في المية بتاعتنا، وندي لاخر حاجه. انا قلت لك الهدف جماعي في النادي كله وحتى اللعيبه، ان شاء الله نحاول نحققه عشان نفرح الجمهور. يعني الواحد طبعا اكيد كان نفسه يبقى موجود ومتواجد، بس خلاص انت ما اخترتش ده، يعني قدر من عند ربنا، فخلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. طبعا لازم اساند المنتخب، الجهاز باللعيبه، يعني مش لعيبه بس اقول انا هساند اللعيبه عشان الجهاز ما اخترنيش فما بساندش الجهاز، لا خالص. الجهاز طبعا كنت انا في الاول خلاص ما كانش عندي مشكله خالص معاهم، هو دي وجهه نظرهم الفتره ديت، ممكن يكونوا مش محتاجين رمضان صبحي، ممكن الفتره الجايه ان شاء الله انضم، فما كانش عندي اي مشكله خالص في النقطه دي خالص. يعني قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله الفتره الجايه منتخب مصر واللعيبه اللي كانت موجوده ترجع اقوى واحسن، ونحقق ان شاء الله الجمهور الشعب المصري كله عايز الفتره اللي جايه ان شاء الله. رقم واحد المعسكر يعني عالمي بصراحه، في كل حاجه، يعني الاداره هنا بصراحه موفره كل حاجه، وكابتن سيد لما جه كل حاجه متوفره. ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى خير، بنتمرن كويس جدا، بنحضر للماتشين بتوع الزمالك، كل اللعيبه هنا مركزه، كلنا مركزين في البري سيزون اللي احنا نعمل حاجه كويسه، كله طبعا بيدي المية في المية بتاعته عشان ماتشين الزمالك والمقاولين، هم زي ما انت قلت عمر اللي هم بتوع الدوري، فان شاء الله نحاول ان احنا نكسب عشان ناخد الدوري، البطوله المعتاده للجماهير بتاعه النادي الاهلي، فان شاء الله احنا كلنا مركزين هنا، معسكر على اعلى مستوى، فان شاء الله نحاول ان احنا الفتره اللي جايه نركز اكتر ونرجع مصر ان شاء الله، يبقى فاضل لنا الماتشين نستعد ليهم كويس، عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله. مفيش والله، انا اصلا الفيديو احنا هو عملناه الصبح، كان عندنا تمرين الصبح، فجيت نمت شويه عشان عندنا تمرين بعد الدور، صحيت لقيت الدنيا مقلوبه. بس فلا هو صالح دمه خفيف قوي وحبيبي، اصلا صالح اعرفه من زمان، من قبل اصلا الاهلي خالص كنت معاه في المنتخب، فلا صالح الفتره ديت في كيمياء كويسه. نجم كبير جدا رمضان صبحي، وكلام مهم جدا جدا منه، واضح ان بقى عنده نضج كبير حتى في تصريحاته، ولعيب لسه صغير في السن بالمناسبه، ومن اهم اللعيبه في مصر، واللي كان لازم يكون متواجد في منتخب مصر خلال بطوله الامم الافريقيه، هو اكتر من واحد كده، لكن اللي حصل يعني. خلينا نقول ان دي لقطات حصريه دلوقتي اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه من استعدادات النادي الاهلي قبل مباراه اليوم امام فريق نيوبورت كاونتي الانجليزي، ومباراه هتنطلق بالتحديد في تمام الساعه 6:30، يعني بعد ربع ساعه من الان. فبالتالي دي كلها لقطات زي ما انتم شايفينها كده حالا دلوقتي من معسكر الاهلي، واستعداد للمباراه اللي هتكون كمان شويه. خليني اعيد على حضراتكم تشكيل الاهلي اللي هيخوض هذه المباراه.
في حراسة المرمى علي لطفي، أمامه رباعي خط الدفاع ظهير أيسر محمد هاني، رامي ربيعة ومحمد نجيب كمساكين، وظهير أيمن باسم علي، في نص الملعب عمرو السولية وحسام عاشور، أمامهم كل من إسلام محارب، ناصر ماهر وأحمد حمودي، والمهاجم عمرو جمال. ده تشكيل النادي الأهلي اللي هيقود المباراة بعد قليل. بالمناسبة إن شاء الله بإذن الله بالليل الساعة 1 بعد برنامج ملك وكتابة هتشوفوا المباراة كلها على شاشة قناة الأهلي، والمباراة هيتم تسجيلها وهيتم إذاعتها إن شاء الله في تمام الساعة 1 صباحا عقب انتهاء برنامج ملك وكتابة. نكمل واتكلمنا عن المباراة، خلينا نتكلم شوية على المصابين. محمود وحيد خلاص بيؤدي تدريبات إضافية في مران الأهلي، امبارح هو شارك في التدريبات الجماعية سواء الصباحية أو المسائية بشكل جيد جدا. النهارده بيعمل بعض التدريبات الاضافيه عشان يستعيد لياقته البدنيه. ممكن البعض يسال ليه محمد هاني بيلعب ظهير ايسر، علي معلول لعب المباراه الوديه الاولى، فبالتالي كان ممكن محمود وحيد يلعب لكن هو مش جاهز لسه بدنيا فبيتم تجهيزه، ممكن المباراه الثالثه يشارك فيها بشكل طبيعي، فبالتالي هو بيعمل تدريبات اضافيه عشان يكون جاهز بشكل اكبر من الجانب البدني اكثر تحديدا. يعني برنامج بدني كمان خاص لتجهيز جيرالدو. جيرالدو لسه واصل المعسكر امبارح الاربع بعد ما كان مع منتخب بلاده وخرج من البطوله بتوت الامم الافريقيه، فكان محدد ليه بعد بعض الايام راحه بالنسبه له كده ان هو ينضم لمعسكر النادي الاهلي يوم الاربع، فعلا انضم امبارح، فليه برنامج بدني خاص عشان يتم تجهيزه اكتر وبشكل افضل خلال الفتره اللي جايه. احد اللاعبين المهمين جدا جيرالدو، بدأ تدريبات بدنية وأحمال محددة للعب للارتقاء بالنواحي البدنية، وده شيء هيكون مهم جدا بالنسبة لجيرالدو. مستر مارتين لاسارتي بيعقد جلسة كمان مع محمد نجيب مدافع المخضرم للنادي الأهلي وأحد المدافعين اللي عندهم خبرات كبيرة جدا وأحد الشخصيات المميزة جدا جدا داخل النادي الأهلي. عمرنا بصراحة ما سمعنا مشكلة لمحمد نجيب يعني، فبالتالي كان ليه جلسة كده مع مستر مارتين لاسارتي، وتحدث لاسارتي مع نجيب في حضور أليخاندرو مخطط الأحمال عن بعض الأمور الفنية في ظل عودة اللاعب للمشاركة. احنا عارفين إن محمد نجيب كان بقاله فترة كبيرة جدا بعيد عن الملاعب بسبب الإصابة، وهو خلاص بيشارك في التدريبات بشكل جيد، وكمان شارك في المباراة الودية الأولى أمام سوكر سمارت واللي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 9-0. ده اللقطة اللي قدامنا على الشاشة دي، أعتقد أحد جماهير النادي الأهلي هناك في أسبانيا وحرص أنه يروح ويقطع مسافات كبيرة عشان يوصل لمعسكر النادي الأهلي، وأكيد ادوله تي شيرت تذكار. يعني جمهور النادي الأهلي في كل حتة في الدنيا هتلاقيه موجود، في أي حتة، أي حتة موجود فيها النادي الأهلي هتلاقي له جماهير هناك، وطبعا تي شيرت موقع من اللاعبين ومستر لاسارتي الجهاز الفني. لقطات حلوه جدا في الحقيقه، والاهلي اي مكان بنروح فيه، وانا لما كنت بروح كمان مع النادي الاهلي كنت بستغرب جدا، هي حاجه طبيعيه بس بستغرب جدا الاقي ناس حتى لو بلد قريبه من البلد اللي احنا فيها لا بيجوا بيسافروا، ده معناه ان هم بيحبوا النادي الاهلي جدا. النادي الاهلي بصراحه ليه شعبيه مش محتاجين ان احنا نتكلم عليها في جميع انحاء العالم. هتقول لي ما هو الاجانب يعني يعرفوا النادي الاهلي، اه طبعا يعرفوا النادي الاهلي، لكن بيبقى في مصريين وجاليات عربيه في مختلف الدول في مختلف انحاء العالم بيبقوا حريصين جدا ان هم يلتقطوا الصور التذكاريه مع لاعبي النادي الاهلي، كلام من ده، يشوفوا النادي الاهلي، فبتبقى حاجه جميله جدا في الحقيقه، وده اللي شفناه من خلال اللقطات اللي قدامنا على الشاشه. من ضمن الاخبار كمان المهمه، مؤمن زكريا وكان ليه تصريحات برضو غاية في الأهمية امبارح، قال الأهلي قادر على حسم الدوري وبطولة أفريقيا هدفنا الأكبر، دايما بطولة دوري أبطال أفريقيا الهدف الأساسي بالنسبة للاعبين وبالنسبة لجماهير النادي الأهلي الكبيرة. مؤمن زكريا قال المعسكر في الحقيقة جيد جدا جدا جدا، قال إن كل الأجواء هتساعدنا إن احنا نكون جاهزين بشكل كبير للمرحلة اللي جاية وكمان للموسم الجديد بعد انتهاء ما تبقى من الموسم القديم. وتحدث كمان مؤمن زكريا عن بطولة الدوري ووصفها بالتحدي اللي بيشغل جميع اللاعبين بعد موسم صعب للغاية، طبعا شاف ظروف صعبة جدا 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 وظروف ممكن أول مرة أي حد يشوفها في حياته وبإذن الله تكون آخر مرة يعني، وكان موسم استثنائي صعب جدا جدا يعني على النادي الأهلي بالتحديد، لأكثر الأندية اللي خاضت مباريات في وقت قليل جدا، كل 48 ساعة ماتش، يعني الفريق الوحيد اللي في العالم تقريبا اللي كان بيعمل كده هو النادي الأهلي. مؤمن زكريا كمان تطرق للإصابة وحجمها وبالتحديد فيما يتعلق بإصابة الركبة الخاصة باللاعب، قال إن هي إصابة بسيطة وكانت نتيجة لغيابه لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات، وهو بيواصل البرنامج التأهيلي للشفاء سريع من هذه الإصابة، وقال إن شاء الله هكون موجود مع النادي الأهلي. كمان تطرق للعقد الخاص بي مع النادي وقال إن أنا لسه ليا 3 سنوات مقبلة
وبتمنى ان يكون لي او يكون ليا دور مع الفريق في الموسم الجديد. لعيب كبير جدا جدا مؤمن زكريا في الحقيقه، يعني ممكن الفتره اللي فاتت 6 شهور السنه الاخيره بالتحديد لمؤمن، مش هو ده مؤمن زكريا اللي جمهور النادي الاهلي عارفه، لكن في امال كتيره جدا جدا ان مؤمن زكريا ان شاء الله يعود سريعا لمستواه، عشان اكيد هيكون اضافه للنادي الاهلي في الموسم الجديد. وهو كمان عبر عن سعادته بتواصل جمهور النادي الاهلي معاه، وان كان في يعني كلمات تحفيزيه بشكل كبير جدا جدا ليه. نتمنى له التوفيق ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية. من ضمن الأخبار كمان المهمة بتتعلق بكابتن محمد يوسف، واللي اتكلم أيضا امبارح من خلال شاشة قناة الأهلي، وقال إن هو سعيد جدا بالأجواء الإيجابية اللي موجودة في معسكر الأهلي في أسبانيا، وأشاد بالمعسكر جدا، وقال إن هو كان فيه كل ما يسهل ويساعد النادي الأهلي على الجاهزية للموسم الجديد والمباراتين المتبقيين في بطولة الدوري. وكمان أكد كابتن محمد يوسف على انضمام اللاعبين الدوليين للمعسكر يوم السبت المقبل، وقال إن ده هيكون مهم جدا تواجدهم معانا في أسبانيا لاستكمال عناصر الفريق وانسجامهم سريعا في خطة الإعداد للفترة اللي جاية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني سيجلس معهم فور وصولهم لتوضيح أهمية المرحلة الحالية ومحو آثار الخروج من بطولة أفريقيا والانخراط سريعا في اجواء المعسكر. اكيد هم نفسيا هيكونوا متاثرين شويه، اكيد هيكون في جلسات نفسيه مهمه جدا جدا من قبل الجهاز الفني مع لاعبي المنتخب الاربعه، لاعبي النادي الاهلي اللي كانوا في منتخب الشناوي ووليد سليمان، ايمن اشرف، ومروان محسن. طيب خلينا اقول لحضراتكم ان في مباراه طبعا في بطوله الامم الافريقيه بتلعب في هذه اللحظات، ومباراه ناريه جدا جدا ما بين الجزائر وكوت ديفوار، ومنتخب الجزائري الشقيق تقدم بهدف في الدقيقة 20. مين اللي جاب الهدف يا جماعة؟ سفيان فجولي صح؟ سفيان فجولي هو اللي جاب الهدف. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري، منتخب قوي جدا 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 والمرشح الأقوى للفوز ببطولة الأمم الأفريقية هذا العام. هنتكلم بالتفاصيل على اخبار الامم الافريقيه، خلينا بس نكمل اخبار النادي الاهلي. اتكلمنا عن تصريحات الكابتن محمد يوسف، وكمان اختتم تصريحاته وقال رساله لجمهور الاهلي، اكد ان الجمهور هو الشريك الاساسي للفريق في النجاحات والبطولات اللي بيحققها النادي الاهلي في مختلف المحافل والالقاب اللي بيشارك فيها النادي. نتمنى للجهاز الفني كله واللاعبين كل التوفيق الكامل خلال الفتره اللي جايه. صلاح محسن احد نجوم النادي الاهلي، واللي لسه لحد دلوقتي لم يستفد النادي الاهلي من امكانيات لعيب بحجم ومهارات وسرعات صلاح محسن. نامل بشكل كبير جدا الموسم الجديد يكون موسم صلاح محسن. ليه؟ لانه هو لعيب مهم قوي وعنده بصراحه الامكانيات ولسه صغير في السن، نتمنى ان هو يكون مؤثر. بالتالي كان ليه تصريحات مهمه قوي، قال ان هو متفائل بشكل كبير جدا بقدره اللاعبين على الفوز ببطوله الدوري، قال كمان ان معسكر الفريق حاليا في اسبانيا يعتبر خطوه مهمه لتحقيق هذا الهدف اللي بيسعى ليه الجميع، اضاف ان كل لاعبي الاهلي على قدر المسؤوليه والجميع يعمل بشكل قوي ليكون جاهزا للمواجهات المقبله، خاصة ان التركيز منصب في الوقت الراهن على لقاء المقاولون الذي لا يقل اهمية عن مواجهة الزمالك. احنا عارفين عندنا المقاولين الاول وبعديها على طول نادي الزمالك في اخر مباراتين في بطولة الدوري العام. اكيد ده شيء مهم وتصريحات مهمة جدا جدا من صلاح محسن، وكمان قال ان الاهلي بيضم بين صفوفه العديد والعديد من اللاعبين المميزين جدا، وقال ان احنا كلنا هدفنا اسعاد دايما جمهور النادي الاهلي من خلال الفوز باي لقب، بنعمل كل اللي علينا، بنحاول ان احنا نعمل كل ما اوتينا من قوة، نقدم كل ما اوتينا من قوة عشان باذن الله باذن الله نسعد جمهور النادي الاهلي الكبير. كمان تطرق ل تلقيه بعض العروض او الكلام والانباء الكتيره اللي طلعت ان هو جاي له عروض من انديه كتير، قال ان انا مبسوط جدا ان انا متواجد في النادي الاهلي، وقال كمان ان نفسي اعتزل داخل النادي الاهلي. نتمنى له كل التوفيق في الحقيقه صلاح محسن، هو لعيب مميز جدا جدا جدا. خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق في اسبانيا، يقول لنا اخر اخبار عنده ايه. اتفضل كريم. بشكرك طبعا في البدايه زميلي امير هشام بتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك ومتابعيك من خلال شاشتنا شاشه قناه النادي الاهلي. كالعاده رسائل مستمره هنا من اسبانيا، ولحظه بلحظه بنحاول ان احنا نغطي كل الاجواء والكواليس مباراه الوديه، التدريبات الصباحيه، التدريبات المسائيه. باكد لك امير وبناكد في كل رسائلنا ان المعسكر على اعلى مستوى بصراحه، على التركيز الكبير اللي فرضه الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ، اللعيبه كمان يا امير تعلم جيدا
قيمه هذا المعسكر، يمكن معسكر مختلف بشكل كبير جدا عن كل المعسكرات ده اللي احنا ملاحظينه ومتابعينه من جلسات اللعيبه الجماعيه الثنائيه. بيبقى في بعض الفترات زي ما بنقول بيكون فيها بعض المرح وبعض الاحاديث الجانبيه مع لاعبي النادي الاهلي، لكن اغلبيه الوقت يا امير الكل في الغرف في التدريبات، تدريب صباحي ومسائي. الفرق ما بيبقاش كبير بين التوقيت لان اللعيبه بتعود على فندق الاقامه، بتنزل طبعا على طول على الغداء وبعديها بتحاول ان هي تنام شويه، ثم التدريب الثاني بيكون في تمام الساعه 6:30، بتعود اللاعبين على العشاء ساعه او ساعتين بعد العشاء امير، ويبدا اليوم يتكرر. يعني زي ما احنا عارفين يمكن هو 11 يوم هيتكرر السيناريو ده بشكل كبير مع فريق النادي الاهلي، لكن كلها استفادات، كلها استفادات فنيه، استفادات بدنيه، تركيز كبير جدا في معسكر فريق النادي الاهلي. ايضا كمان لو بنتكلم على اليوم ومباراه فريق النادي الاهلي ونيوبورت كاونتي الانجليزي، المباراه الثانيه الوديه لفريق النادي الاهلي في هذا المعسكر. المباراه الاولى كانت جرعه تدريبيه قويه، او يعني نقدر نقول جرعه تدريبيه جيده لان النتيجه كانت كبيره والفريق ما كانش قوي بالنسبه للمباراه الوديه، لكن النهارده باكد لك زميلي امير فريق مميز، فريق قوي، المباراه هتكون تدرج في المستوى. مستر مارتن لاسارتي النهارده كان عامل تدريب كله خططي صباحا، يعني حاول ان هو يقدر يعمل اكتر من تشكيل، توظيف اكتر من لاعب في مكانه او غير مكانه، بحيث ان هو النهارده يجرب اكثر عدد من لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. فعشان كده مش قادرين ان احنا نقول تشكيل ثابت، لان ممكن يعني علي لطفي طبعا بالتاكيد هيكون متواجد، لكن النهارده ممكن نشوف احمد طارق سليمان هياخد مصطفى الشوبير، يمكن لسه ما شاركش في تدريبات الكره بشكل قوي، لكن زي ما بقول لك يعني نقدر نقول النهارده علي خط الظهر نلاقي رامي ربيع، محمد نجيب، نقدر نلاقي احمد علاء، ممكن نلاقي عربي بدر، علي معلول، باسم علي، يعني نقدر نقول تشكيله ممكن تكون مختلفه، لكن ان شاء الله باذن الله النهارده لعبتنا مع الجمل اللي احنا شفناها خلال الايام الماضيه والمحاضره النظريه النهارده صباحا لمستر مارتن لاسارتي اللي اكد فيها على ان لابد يكون في تطبيق لكل الجمل اللي بتطبق في التدريبات. بيحاول الراجل ان هو يعمل الثلث الامامي مركز فيه بشكل كبير يا امير، الاطراف، الضغط كمان زي ما شفنا في المباراه الاولى كان في ضغط كبير جدا للعيبه النادي الاهلي في الثلث الامامي، التغطيات العكسيه، كل الامور طبعا الخططيه والفنيه اللي ان شاء الله باذن الله يستفيد منها النادي الاهلي ويعود من هذا المعسكر في قمه التركيز، وان شاء الله باذن الله يستمر في سلسله الانتصارات في بطوله الدوري العام ويحصد ايضا كمان بطوله الدوري العام. نقطه كمان مهمه لو بنطمن طبعا على المصابين، اللعيبه اللي بتاهل، اللي يمكن مستمر حسين السيد ومؤمن زكريا في التاهيل والبرنامج الموضوع لهم، بجانب محمود وحيد. محمود وحيد كمان النهارده كان عنده تدريب اضافي بجانب التدريب الخاص لفريق النادي الاهلي، كلها تدريبات شاقه جدا، لكن في سعاده مع لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه مبسوطه لان كل ده طبعا هيخدم اللاعبين ويخدم النادي الاهلي، لان لما اللعيبه توصل للتوب فورم في كره القدم بدنيا وفنيا كل ده هينعكس ان شاء الله في المستطيل الاخضر في المباريات الرسميه. عارفين المباريات الوديه ما بتبقاش بقيمه المباريات الرسميه، لكن بروفات وتاهيلات وتركيز كبير خلال الايام الماضيه والايام القادمه ان شاء الله في معسكر فريق النادي الاهلي. وبناكد كمان يا امير من خلالك مباراه ان شاء الله هتذاع على قناه النادي الاهلي باذن الله، ان شاء الله تكون مباراه جيده لفريق النادي الاهلي، النتيجه سواء النادي الاهلي قدر ان هو يحرز اكثر من هدف شيء طيب جدا، او النادي الاهلي قدر ان هو يكسب 2 أو 3 ايضا كمان شيء طيب جدا، المهم تكون الاستفاده كلها وصلت لكل لاعبي النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. مجهودات رائعه بيعملها طبعا فريق العمل بالكامل هناك في اسبانيا عشان ينقلوا لنا لحظه بلحظه كل الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي. كان معنا كريم احمد من رئيس القنوات النادي الاهلي. معنا لقطات يا جماعه، لقطات حاليه للتدريبات واستعدادات النادي الاهلي المباراه اهي، دي لقطات دلوقتي احنا بنحاول نعيش حضراتكم في الاجواء لحظه بلحظه حتى للمباريات الوديه. جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى عايز يتفرج على الفريق وهو بيلعب اي مباراه في الدنيا، مباراه رسميه، مباراه وديه، لو حتى اللعيبه بتلعب بعض، لو التمرين كمان ينفع، بتبقى حاجه كويسه جدا 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 وحاجه مميزه بتقوم بيها قناه الاهلي. طبعا قناه الاهلي كان نفسها ان هي تذيع المباراه لايف، لكن دي امور كلها خارجه عن الاراده بسبب الطبيعه الجبليه المحيطه بالملاعب هذه المباريات، سواء المباراه السابقه او المباراه الحاليه. فان شاء الله باذن الله بالليل هتشوفوا المباراه الساعه 1 صباح الغد ان شاء الله باذن الله. دي لقطات اهي حصريه واحنا بنحاول نعيش حضراتكم في الاجواء بشكل كبير جدا، ودي لقطات ايضا كمان من استعدادات الفريقين لنزول لارضيه الملعب، لان خلاص دي او هتنطلق هذه المباراه. نتمنى بشكل عام ان النادي الاهلي يستفاد اكثر استفاده من المباريات المختلفه الوديه اللي بياخدها دلوقتي في معسكر اسبانيا. كان في مباراه في القاهره الاول، وبعد كده لما سافروا هناك لعبوا مباراه، دي المباراه الثانيه النهارده ان شاء الله، المباراه كمان هتكون يوم 15. اهم حاجه الاستفاده من هذا المعسكر باكبر قدر ممكن خلال المرحله الحاليه. طيب دي اخبار النادي الاهلي، خلينا نروح نشوف بقى
اهم اخبار الكان في الصحف ايه النهارده. يلا بينا. الاهرام، في اجتماع مع وزير الرياضه سويلم يتولى اداره اتحاد الكره ويدعو العقد الجمعيه عموميه خلال 45 يوما. صبحي ينصح المدير التنفيذي بترتيب الاوراق سريعا وتجاوز المرحله الحرجه الحاليه. الوفد، وسط مطالب بتصعيد المنتخب الاولمبي، اعلان الاعتذار يثير عاصفه غضب جديده ضد لاعبي المنتخب. الاخبار، اعتذار يشعل الغضب لهيتا، معسكر المنتخب كله انضباط ولم يتم تصوير اي اعلان خلاله. الفجر، المفسدون لا كره ولا اخلاق، افسدوا فرحه الجماهير وجهود الدوله التي تفوقت في الملاعب والتنظيم على البرازيل. الاخبار المسائي، موسم نشر الغسيل، اعضاء الجبلية المستقلين يتبادلون الاتهامات وجمع المتعلقات من المقر. اليوم السابع، أمم إفريقيا تحقق أرباحاً قياسية، مدير التسويق التلفزيوني بالكاف، البرازيل اشترت لأول مرة رغم وجود كوبا أمريكا، ونشكر السلطات المصرية على التنظيم. من ضمن الاخبار المهمه في الصحف في خصوص او بالتحديد فيما يتعلق بالكان، روزا اليوسف بشهاده الكاف الشناوي الافضل في التصديات، هدف البلايلي الاحسن في الدور ثمن النهائي. كمان من الشروق اتجاه للاعتماد على المدرب الوطني لقياده المنتخب. نتكلم بقى في اهم تفاصيل هذه الاخبار ونبتدي بالاهرام. قبل ما نبتدي بالاهرام عايز اقول لحضراتكم المباريات طبعا بتاعه امبارح ومباريات النهارده. امبارح كان في ماتشين، السنغال وبنين، خلصت المباراه بفوز السنغال وتاهلهم لدور نصف النهائي. كمان كان في مباراه قويه جدا جدا، كانت مباراه ممتعه ما بين نيجيريا وجنوب افريقيا، انتهت بفوز نيجيريا بنتيجه 2-1. فهذه اللحظات طبعا في مباراه ساحل العاج والجزائر، وحتى الان تقدم الجزائر بهدف لسفيان فجولي واسيست من رامي بن سبيني احد اللاعبين المميزين جدا في المنتخب الجزائري. بالليل ان شاء الله مباراه كمان هتكون قويه جدا ما بين مدغشقر وتونس. نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربيه، ونتمنى تونس والجزائر ان شاء الله يكونوا في النهائي. نتكلم بقى على تفاصيل الاخبار، نبتدي بالاهرام واللي قالوا ايه. ان في اجتماع مع وزير الرياضه سويلم يتولى اداره اتحاد الكره ويدعو لجمعيه عموميه خلال 45 يوم. واحنا عارفين طبقا للوائح الخاصه بالاتحاد اتحاد الكره المصري ان كده كده ما ينفعش طبعا ان انت تجيب ناس يمسكوا الاتحاد دلوقتي، فعندك استقالات كتيره او كله استقال ما عدا المدير التنفيذي هو اللي موجود، فهو اللي هيسير اعمال الاتحاد خلال الفتره المقبله. والوزير طلبه كمان باستكمال المهمه على المستوى المحلي والقاري والتفرغ لاتحاد الكره بشكل كامل، وده هيكون شيء مهم. وكلمه التفرغ دي مهمه قوي، ليه؟ لان احنا عارفين كويس قوي ان اتحاد الكره ومسؤوليه كلهم تقريبا يعني عشان ما بقاش جدالك، بس تقريبا كلهم ما كناش متفرغين لاتحاد الكره، كل واحد عنده شغله وعنده امور خاصه بيه يعني بيقوم بيها يعني، فبالتالي ما كناش متفرغين لحال الكره المصريه سواء محليا او فيما يتعلق بالمنتخب الوطني المصري. والنتيجه كانت ايه؟ النتيجه كانت اللي احنا فيه دلوقتي. فنتمنى بخلاف اللواء ثروت سليم المدير التنفيذي واللي قائم باعمال اتحاد الكره كلها دلوقتي خلال الفتره الحاليه، اللي هيجوا بعد كده ان شاء الله يبقوا متفرغين لكيفيه تطوير الكره المصريه. نفسنا التطوير يحصل، بقالنا 50 سنه بنتكلم في الموضوع ده ومفيش اي تطوير حصل خالص. ايه اللي حصل؟ مفيش اي حاجه حصل. وعندك بطوله كاس العالم في روسيا وكان في مشاكل كتيره جدا ومفيش اي حاجه حصلت بعديها. عندنا كارثه كمان اهو، خروج مصر من دور 16 في بطوله على ملعبه وسط جماهيره. ونتمنى بقى ان في حاجه تحصل، ما يبقاش كلام وفتره والناس تهدى والموضوع يخلص وكلام من ده ونفضل محلك سر يعني. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق الفتره الجايه للكره المصريه. نروح للوفد، وسط مطالب بتصعيد المنتخب الاولمبي، اعلان الاعتذار يثير غضب جديد او عاصفه من الغضب الجديده ضد لاعبي المنتخب. وفي الحقيقه هو كان اعلان مستفز يعني، مش عايز اتكلم فيه كتير خالص يعني، مش عايز اتكلم فيه. من لاعبي المنتخب بالتحديد، انتوا ازاي كنتوا بتفكروا ان احنا ممكن اصلا نخرج من البطوله عشان تصوروا اعلان زي ده
قبل البطوله يعني. يعني هل كان مطروح في ذهنكم ان احنا نخسر البطوله، ولا انتوا كنتوا عارفين ان صعب بالقايمه دي يعني، ولا كان ايه اللي في دماغكم؟ حاجه كانت غريبه جدا جدا، ويعني ناس عندها حق تزعل بصراحه، ناس عندها حق تزعل جدا جدا كمان. فعموما نتمنى ان كلها امور وتعدي ونركز في اللي جاي، لان ده الاهم. امبارح يوم عدى خلاص، اللي جاي ازاي هتطور من نفسك، ازاي هتصحح اخطائك، ده الاهم بالنسبه لمنتخب الوطني المصري. الاخبار كمان بتتطرق لاعتذار اللي حصل من اللاعبين خلال الماده الاعلانيه اللي تم نشرها، وبيقولوا اعتذار يشعل الغضب. ولهيطه اللي هو مدير المنتخب الصادر خلاص بقى، لان تم اقاله الكل يعني، معسكر المنتخب كله انضباط ولم يتم تصوير اي اعلان خلاله. طب لا، هو كمان كنا هنصور اعلان خلاله يعني، يعني ما هو ده اللي كان ناقص بصراحه. يعني ده اللي كان ناقص، ان يكون في تصوير اعلان والبطوله شغاله يعني، او قبل حتى البطوله، قبل المعسكر بتاع المنتخب. هو بيقولوا ان الكلام ده قبل ما ينضموا اللاعبين لمعسكر المنتخب يعني، فكان ناقص فعلا ان يكون في اعلانات في وسط البطوله يعني. ما هو طبيعي ان ما كانش في وسط البطوله، لكن هي الامور. طب ما هو المنتخب الوطني او الجهاز الفني والاداري المسؤول عن المنتخب اتحاد الكره، ما لازم يكونوا عارفين يا جماعه الاعلانات دي عباره عن ايه برضه. لازم يعني تبقى اللعيبه هتعمل اعلان، اوكي اتفضلوا اعملوا اعلان، مفيش اي مشكله، حقهم عادي جدا جدا يعني، مفيش اي حاجه، بس اعرف الماده الاعلانيه دي هتقول فيها ايه، هتعمل ايه، عشان تعمل حساب كمان الناس اللي بتتفرج عليها. فجزئيه كانت مهمه جدا، وبيقول ان كان الدنيا كلها انضباط، ما الله اعلم يعني، عشان ما نقولش ايه كلام احنا مش متاكدين منه يعني. نروح للفجر. الفجر بتتكلم على ايه، وبعنوان كبير وكلمه كبيره، قالت المفسدون، مفيش لا كوره ولا اخلاق. وبيقولوا ان هم افسدوا فرحه الجماهير وجهود الدوله التي تفوقت في الملاعب والتنظيم على البرازيل. جهود الدوله طبعا بصراحه اللي حصل واللي احنا بنشوفه في الملاعب والتنظيم وكلام من ده يشكروا عليه، لان كان شيء غير متوقع في فتره زمنيه صغيره، ولازم نشكرهم ونحييهم كل التحيه في الحقيقه. وفعلا تفوقت على كوبا امريكا اللي بتقام في البرازيل واللي انتهت خلاص بفوز المنتخب البرازيل. تفوقت من حيث جوده الملاعب، الملاعب هناك مش حلوه قوي على فكره يعني، ملاعب كويسه يتلعب عليها كوره عادي يعني، مش زي الجابون مثلا في 2017. لا، الملاعب كويسه، بس انت عندك الكواليتي بتاعت النادي تحفه، البنيه التحتيه عندك في مصر فظيعه فظيعه يعني. اخواتنا العرب الموجودين هنا في مصر، سواء من الجزائر، من تونس، من المغرب، من موريتانيا، قال لك ايه؟ قال لك احنا مستغربين جدا من البنيه التحتيه الموجوده في مصر. قال احنا ما عندناش الكلام ده في بلادنا اصلا. مصر عندها ملاعب كتيره جدا، مصر عامله 24 ملعب تدريب لل 24 منتخب. في اول مره تنظيم بطوله امم افريقيا بهذا الكم من المنتخبات في كمان ايه؟ فتره زمنيه 4 شهور بس. فشيء يحسب بكل تاكيد للمسؤولين. لكن حته المفسدون والكور وما فيش لا كوره ولا اخلاق ولا كلام من ده احنا مش عايزين نعلق، احنا بصراحه على الكلام ده والناس هي اللي تعلق. لكن احنا طبعا التعليقات اللي انتوا حابين تقولوها يعني ممكن نكون احنا حاسين بيها ومقتنعين بيها كمان، لكن احنا مش هينفع نقولها هنا. نروح للاخبار المسائي. موسم نشر الغسيل، اعضاء الجبليه المستقلين يتبادلون الاتهامات وجمع المتعلقات من المقر. طبعا بعد استقالتهم خلاص وراح كل واحد يلم حاجته اللي موجوده في اتحاد الكوره، وقعدوا بقى كل واحد ايه يبادل الاتهامات ما بينهم وبين بعض من خلال شاشات التلفزيون، من خلال لقاءات، من خلال هذه الامور. انا مش عايز بس ايه احمل المسؤوليه كل اعضاء الجبليه، في ناس بارزين جدا في اعضاء اتحاد الكوره السابقين هم المتسببين بشكل كبير للي الكوره المصريه وصلت ليه. لكن طبعا في اتهامات بالسمسره واتهامات بالعملات، وان العمل ما كانش للصالح العام، كان للمصالح الشخصيه، كلام طبيعي جدا ان احنا نسمعه خلال الفتره دي. لكن الافضل بصراحه يعني ما بصوا يعني ما فيش اي حد كان يتمنى ان هو يكون متواجد في موقف اعضاء اتحاد الكره المستقلين دلوقتي، لكن المفروض وانت في الموقف ده ما تتكلمش، اسكت احسن يعني، حاول ما تتكلمش لان كلامك هيبقى مش في صالحك. اسكت خلاص، استقيل واسكت، وبلاش تتكلم كتير، لان الكلام الكتير هيجيب غلط عليك اكتر من الغلط اللي انت فيه يعني. للاسف هو كلامي على بعض الاعضاء مش كل الاعضاء بالمناسبه يعني. وكل في الاخر كل الاحترام والتقدير ليهم، وكل الاتهامات دي حاجات احنا ما تخصناش يعني، واحنا ما ينفعش نتكلم فيها. اتهامات في جهات تحقيق وفي امور كتيره بيتم اتباعها يعني، لكن احنا مالناش، احنا الناس محترمه وما فيش اي مشكله خالص. في مشكله طبعا في اللي حصل، في النتائج السيئه،
لكن انا بتكلم في الاتهامات اللي بتتقال واللي بتتقال في الجرايد، مش هينفع احنا نعلق عليها خالص يعني. اليوم السابع، امم افريقيا تحقق ارباحا قياسيه. مدير التسويق التلفزيوني بالكاف قال ان البرازيل اشترت حقوق البطوله لاول مره رغم وجود كوبا امريكا، وبنشكر السلطات المصريه على التنظيم. عدد المشاهدات للبطوله بالمناسبه يا جماعه وحفل الافتتاح كان قياسيا جدا جدا جدا، ده طبقا لعبد المنعم با مدير التسويق والتلفزيوني بالكاف، واللي قال ان احنا حققنا نسب مشاهده قياسيه جدا 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 سواء في حفل الافتتاح او خلال مباريات البطوله، وقال ان ده عمره ما حصل في بطوله الامم الافريقيه منذ بدايتها وانطلاقها لاول مره في 57، وقال النسخه الحاليه هي الاكثر شعبيه في تاريخ القاره، وقال ان في دول كتيره جدا في افريقيا وخارج افريقيا اشتروا حقوق بث المباريات بشكل مباشر، منهم جزر القمر وبعض الدول في افريقيا الدول الجديده يعني، وعندك كمان البرازيل اللي عندهم كوبا امريكا في نفس توقيت بطوله الامم الافريقيه، لكن اصروا على شراء حقوق البث المباشر لهذه المباريات. في الحقيقه بطوله ناجحه بكل المقاييس، يعني انت دلوقتي اعتبر نفسك ان انت بتلعب في دولة تانية، او اقول لك على حاجة ابسطها لك شوية، انسى ان المنتخب خرج من البطولة، رغم انه صعب ان انت تنسى بصراحة، صعب ان احنا ننسى، لكن انسى حتة المنتخب دي دقيقة بس وفكر كده في شكل البطولة وشكل التنظيم، هتلاقي ان مفيش احسن من كده بصراحة يعني. كل حاجة كويسة في البطولة، كل حاجة كويسة، تنظيم، ملاعب، كل حاجة كل حاجة، عشان الواحد ما ينساش الامور المهمة دي يعني وانا بتكلم فيهم. السلبية الوحيدة بالنسبة لنا كمصريين هو خروج المنتخب والشكل السيء جدا ظهر عليه منتخب مصر، وكل الكواليس الخاصة بمنتخب مصر كانت أسوأ بكتير يعني، هو ده الشيء السلبي الوحيد بالنسبة للشعب المصري. لكن مثلا لو واحد جزائري، واحد جنوب أفريقي، واحد مش عارف ايه، أي حد من قارة أفريقيا بيتابع البطولة بدون أي انتماءات تمام، هيقول لك دي أنجح بطولة فعلا في تاريخ القارة الأفريقية. عايز اروح لروزا اليوسف اللي قالت بشهاده الكاف الشناوي الافضل في التصديات وهدف ليلي الاحسن في دور ثمن النهائي. الشناوي صد 5 تصديات في مباراه منتخب مصر امام جنوب افريقيا اللي خرجنا منها يعني من البطوله، واشادوا جدا جدا بالشناوي، هو حارس في الحقيقه كبير قوي 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 في بطولات مع منتخب مصر، رائع جدا. كاس العالم شفناه، كاس او بطوله الامم الافريقيه شفناه، نتمنى ان هو يكون بالمستوى ده مع النادي الاهلي، دي مهمه قوي، نفسنا نشوف الشناوي بتاع منتخب مصر، وانا بحب اتكلم دايما بصراحه، نشوفه زي ما بيلعب مع منتخب مصر كده بالقوه دي وبالاداء ده، باذن الله واثقين ان احنا هنشوفه بنفس الشكل ده مع النادي الاهلي باذن الله، لان هو عنده شخصيه قويه وعنده قدرات قويه جدا كحارس مرمى، ووارد ان اي حارس مستواه يقل شويه، لكن الشناوي يقدر يرجع على طول، وحصل رجع مع منتخب مصر في كاس العالم، ورجع مع منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه، وهيرجع مع النادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه، هيكون مهم جدا 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 مستوى محمد الشناوي في ظل كمان امتلاك النادي الاهلي عدد من حراس المرمى المميزين. لكن المهم يعني ان الكاف من خلال موقعهم الرسمي عرضوا بعض التصديات الخاصه بمحمد الشناوي في مباراه جنوب افريقيا، وقالوا ان هو من افضل الحراس في القاره، وكمان تطرقوا لهدف يوسف البلايلي نجم الترجي التونسي ونجم المنتخب الجزائري، الهدف الاول ليه بالتحديد في دور 16 امام غينيا، كان هدف اكثر من رائع بعد اسيست من بغداد بنجاح، كان اسيست جيد جدا يعني، في نجوم في البطوله حتى الان، وانا اراهن ان مصر لو كانت وصلت لنهائي البطوله كان هيبقى احسن حارس في البطوله هو الشناوي بدون نقاش، لان هو مستواه كان واضح ان هو فايق قوي 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 في البطوله دي، لكن اللي حصل. الشروق بتتكلم على ان هيكون في اتجاه للاعتماد على المدرب الوطني لقياده المنتخب، حسام حسن وحسام البدري وإيهاب جلال ابرز المرشحين، وفتح الباب امام المفاوضات مع الفرنسي رينارد. والله اكيد هيكون في انقسام شويه، او هيبقى اراء متباينه ما بين سواء المسؤولين عن الكوره اللي هيكونوا متواجدين خلال الفتره الجايه، احنا مش عارفين الامور لسه هتمشي ازاي وهتستقر على ايه، والشعب المصري، الشعب الرياضي، الشعب الشارع الرياضي بالتحديد اللي اكيد بيتمنى مدرب وطني، والبعض بيتمنى مدرب اجنبي. احنا يعني في اعتقادنا كناس من الشعب ان ممكن الفتره دي بتاعت مدرب وطني، الا اذا هتجيب واحد زي رينارد ملم بالكره الافريقيه بالبطولات الافريقيه، عنده خبرات عظيمه جدا 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 في افريقيا، لو كده اوكي، لكن لو مش كده لا، اعتقد المصري هيبقى افضل. عندك خيارات سواء كابتن حسام البدري، عندك كابتن حسام حسن، عندك كابتن ايهاب جلال، دي ابرز الخيارات المطروحه يعني، احنا ما نقولش واحد فيهم هو اللي يجي يعني، دي الابرز الاختيارات المطروحه على الساحه يعني خلال الفتره الحاليه. عموما خلال الايام الجايه هنشوف الامور هتستقر على ايه، لكن مهم جدا جدا ان احنا سريعا نعالج
سريعا نستقر على الجهاز الفني لمنتخب مصر وعلى اللي هيقوده الفتره الجايه. هل هيبقى في انتخابات فعلا بعد 45 يوم؟ هل هيبقى انتخابات طيب دي طبقا للائحه سنه واحده وبعد كده انتخابات جديده مع كل الاتحادات في 2020 عشان ده برضو طبقا للميثاق الاولمبي والكلام من ده؟ هل هيبقى في انتخابات واحده وتكمل على طول؟ طب لائحه النظام الاساسي هتبقى بالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم ازاي؟ هل فعلا تم اعتمادها ولا فعلا ما تمش اعتمادها من قبل فيفا لان ما تمش ارسالها اصلا للفيفا بعد الجمعيه العموميه الاخيره، او بالتحديد قرارات الجمعيه العموميه الاخيره ما تمش ارسالها للاتحاد الدولي؟ فدي كل دي امور عايزين نحسمها بسرعه عشان نفوق بقى بسرعه، نشوف اللي جاي ايه ونركز عليه. ده مهم قوي للكره المصريه باذن الله، واثقين ان شاء الله الدنيا باذن الله يا رب يا رب تتظبط وتتعدل ان شاء الله. اخبارك كان على المواقع ايه؟ خلينا نروح نشوف. في الوطن سبورت، طاقم تحكيم اوروبي لاداره قمه الاهلي والزمالك في الدوري والمواجهه بدون جمهور. في الوطن سبورت، اتحاد الكره يدرس اقامه السوبر المصري في استاد القاهره. اليوم السابع، فتح باب الترشح للجنه الانديه منتصف اغسطس. الشروق، قناه فرنسيه بعد سقوط صلاح وزياش محرز نجم امم افريقيا الاول. بوابه اخبار اليوم، جمال عبد الحميد، نيجيريا من افضل المنتخبات المرشحه للفوز باللقب القاري. صدى البلد، هيكتور كوبر يتوقع اسم المنتخب الفائز ببطولة الأمم الأفريقية 2019. سوبر كورة، تونس على موعد لحل عقدة ربع النهائي عمرها 15 عاما. كورة، مدغشقر تستعيد نجمها أمام تونس. فيتو، بعد الخسارة من نيجيريا لعنة نصف النهائي تضرب جنوب أفريقيا منذ 19 عاما. يلا كورة، مدرب نيجيريا انتظر دعم المصريين لنا في نصف النهائي. في الجول، كلود لوروا أشعر أن الجزائر يدربها جوارديولا. الخبر الجزائرية، مناصروا الخضر يصلون مصر. الشباك الجزائرية، برناوي سننقل المزيد من الأنصار في حال بلوغنا نصف النهائي. الهداف الجزائرية، نجم المنتخب النيجيري يقلل من قيمة الجزائر ويتوعدها في نصف النهائي. الصريح التونسية، طارق دياب ونبيل معلول لاعبي المنتخب، شعب تونس وراءكم ويحتاج إلى فرحة جديدة. المنتخب المغربية بالماضي ينفعل على الإعلاميين. طيب دي لقطات يا جماعة حصرية دلوقتي حالا من مباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي الإنجليزي، المباراة اللي بتقام في هذه اللحظات، عدى زي ما حضراتكم شفتوا على الشاشة كده 14 دقيقة وشوية، في دقيقة 15 أهو، الكرة مع أحمد حمودي هيلعب الركلة الركنية، النتيجة 0-0 حتى الآن، وواضح إن هي مباراة أكيد مهمة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي، وإحنا زي ما قلنا لحضراتكم بنعيش حضراتكم في الأجواء لحظة بلحظة فيما يخص مباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي الإنجليزي. هذه المباراة الهامة ضمن عدد من المباريات المهمة جدا في معسكر الأهلي استعدادا للفترة القادمة الهامة جدا. طيب بالليل إن شاء الله مباراة الساعة 1 أو 1 صباحا بعد برنامج ملك وكتاب على قناة الأهلي. نرجع لأخبار كان في النت وبالتحديد نبتدي بالوطن سبورت، ده قبل ما نتكلم في الكان شوية، وطاقم تحكيم اوروبي لاداره قمه الاهلي والزمالك في الدوري والمواجهات بدون جمهور. طبيعي ان اي مباراه اهلي وزمالك بتبقى طاقم تحكيم اوروبي، المهم ان يكون على مستوى عالي ومش عايزين هنفتكر بقى، يلا نفتكر مع بعض كده تمام الحكام مستوياتهم كانت عامله ازاي، الاجانب اللي بتجيبهم في بطوله الدوري في الموسم اللي احنا لسه فيه ده ما بتجيبش رقم واحد، الحكم المصنف اوروبيا بالتحديد رقم واحد، لا بتجيب حكام مصنفين رقم اثنين وثلاثه، وللاسف بنشوف برضه اخطاء كثيره جدا منهم. مهم جدا في مباراه مصيريه ومهمه زي مباراه الاهلي والزمالك هتحسم بطوله الدوري يكون في حاجه دي
حكم بقدرات كبيرة باسم كبير مصنف عالميا وقاريا، لازم يكون متواجد اسم كبير جدا في هذه المباراة بالتحديد، فطبيعي ان هيكون في طاقم تحكيم اوروبي. المواجهة بدون جمهور ليه؟ ليه؟ عشان تكافؤ الفرص، خدت بالك؟ عشان تكافؤ الفرص. فمباراة بدون جمهور عامة. طيب الشوط الأول خلص 1-0 للجزائر على فريق كوت ديفوار، وإن شاء الله نتمنى المباراة تخلص كده أو المنتخب الجزائري كمان يعزز من أهدافه يعني. المهم فالمباراة هتكون بدون جمهور عشان تكافؤ الفرص، لأن مباراة الدور الأول كانت من غير جمهور، وقال يعني إيه إن الدوري كله كان فيه تكافؤ للفرص يعني. المهم نتمنى إن شاء الله بإذن الله آخر كم مباراة في بطولة الدوري السنة دي دول يكونوا آخر كم مباراة من غير جمهور، خصوصا إن إحنا عايزين بقى ندخل موسم جديد بكل حاجة تكون متاحة، جماهير متاحة بأي عدد، الأمور الفار يكون متاح، ده هيكون مهم قوي، الجوانب التحكيمية يتم تطوير الحكام، أمور كتيرة جدا، سلبيات كتيرة جدا شفناها في الموسم ده، عايزين إن شاء الله نخلي بالنا منها الموسم الجديد. عايز أروح للوطن سبورت وبتقول اتحاد الكرة يدرس إقامة السوبر المصري في استاد القاهرة، ليه لأ؟ عندنا استاد أكثر من رائع، شفناه في بطولة الأمم الأفريقية، ليه بقى نروح بقى دبي ونروح فين وفين وفين ونلعب مباريات هناك؟ لا، انت هيبقى مبارياتك هنا بحضور جماهيري، خلاص ان شاء الله باذن الله الامور ماشيه كويس قوي جدا في بطوله الامم الافريقيه، وحضور جماهيري ممتاز وكل حاجه كويسه جدا والتزام كبير جدا من الجماهير، فان شاء الله عندنا كل الامكانيات ان احنا نعمل مباراه سوبر قويه جدا جدا في مصر ما بين بطلي الدوري والكاس. وطبعا في مباراه سوبر كده كده لسه ما اتلعبتش اصلا لحد دلوقتي بتاعه الموسم اللي فات، فاكرينه لسه هتكون ما بين الاهلي والزمالك، فهي دي المباراه يعني، فان شاء الله تكون على استاد القاهره واللي بيظهر بابهى صوره خلال الفتره الحاليه في الحقيقه يعني. اليوم السابع بتقول فتح باب الترشح للجنه الانديه منتصف اغسطس، وده خبر مهم جدا في الحقيقه، لان في اتجاه لتطبيق جزئيه ايه ان يكون في لجنه للانديه المحترفه هي اللي تدير المسابقات المحليه في اتحاد الكره. اللجنه دي هيكون من خلال انتخابات، هم بيقولوا كده على حسب الخبر من يوم السابع ان انتخابات هتبتدي او باب الترشح بالتحديد هيبتدي فتحه في منتصف شهر اغسطس، وهيمتد لمده 10 ايام ويترشح من يترشح لهذه اللجنه. المهم ان يعني بيحاولوا يطبقوا التجربه الانجليزيه، وان خلاص هي دخلت فعلا في حيز الدراسه، وده هيكون شيء مميز قوي، اتعلم وشوف وقلد الانديه الانجليزيه او الاتحاد الانجليزي بيعمل ايه، رابطه الانديه المحترفه وكلام من ده، ده هيبقى شيء مهم جدا جدا للكره المصريه خلال الفتره الجايه. اهم حاجه ان ما يكونش في قرارات معارضه للوائح الاتحاد المصري لكره القدم، وان شاء الله الامور تسير بشكل جيد، وان شاء الله الموضوع ده يطبق بشكل جيد. عايز اروح للشروق سريعا عشان الوقت بيداهمنا. قناه فرنسيه بتقول بعد سقوط صلاح وزياش محرز نجم امم افريقيا الاول، هم بيقولوا يعني ايه بحكم المركز، يعني محمد صلاح وحكيم زياش نجم المنتخب المغربي الاثنين بيلعبوا وينج رايت، مفيش دلوقتي وينج رايت قوي جدا زي محرز في البطوله، لكن في نفس الوقت لو هتكلم عن البطوله بشكل عام عندك محرز، عندك ساديو ماني، عندك ناس كتير جدا بيتالقوا في هذه البطوله، احمد موسى بتاع نيجيريا كمان، عندك عدد كبير جدا بيتالق في هذه البطوله. اروح لبوابه اخبار لا عايز اروح لصدى البلد. صدى البلد وتصريح لهكتور كوبر بيتوقع اسم المنتخب الفائز ببطوله الامم الافريقيه، وبيقول المنتخب النيجيري منتخب قوي جدا جدا، وبيقول ان احنا لما واجهناه لما هو كان ماسك منتخب مصر هكتور كوبر نفسه يعني كان بيقول كان اقوى من كده بدنيا، لكن بيقول رغم سوء الاداء نسبيا من وجهه نظره لكن المنتخب النيجيري قادر على الفوز باللقب. نروح لكوره، مدغشقر تستعيد نجمها امام تونس، مين مدغشقر؟ ماركو ده مين؟ اللي هو احرز اول هدف لمدغشقر في تاريخ بطولة الأمم الأفريقية في أول مشاركة ليهم، وكان الهدف الأول في مرمى غينيا في أول مباراة في الجولة الأولى بالنسبة لمدغشقر، هو كان موقوف المباراة اللي فاتت، دلوقتي أصبح متاح، كان موقوف بسبب الإنذارات، أصبح متاح وهو لاعب خط وسط مميز وبيلعب في شارلوروا البلجيكي، اللاعب هيكون مميز وهيكون إضافة لمنتخب مدغشقر في مباراة تونس، نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمنتخب تونس. نروح لفيتو سريعا، بعد الخسارة من نيجيريا لعنت نصف النهائي تضرب جنوب افريقيا منذ 19 عاما. اخر مره جنوب افريقيا وصلت نصف النهائي كان في بطوله 2000 وقابلوا نيجيريا وخسروا 2-0، وفي البطوله دي فازوا
بالمركز الثالث، وقابلوا تونس على الثالث والرابع وفازوا 4-3. فلغايه دلوقتي عندهم عقده في الموضوع ده، يعني رغم ان هم تاهلوا على حساب المنتخب المصري في ملعبه وسط جماهيره، لكن خسروا منتخب نيجيريا في مباراه قويه 2-1 امبارح، فالعقده لسه مستمره لمنتخب جنوب افريقيا. نروح ليلا كوره وتصريح لرور المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قال انتظر دعم المصريين لنا في نصف النهائي. وبصراحه المصريين فعلا كانوا بيدعموا نيجيريا بالامس، طبقا لبعض اللقطات او الفيديوهات الكوميديه، لقطات الافلام الخاصه كده لو نفتكر فيلم احمد زكي، عفوا احمد حلمي، وامور خاصه بتشجع مين، اشجع انا مصري اكيد هشجع نيجيريا يعني. فطبقا لهذا المثل، وشفنا صور كثيره جدا جدا يعني لبعض المصريين لابسين تيشرت نيجيريا وماسكين هذه الجمله وبيشجعوا نيجيريا. الراجل كان مبسوط من الموضوع ده امبارح، ان في مصريين بيدعموهم وعايز ان المصريين يدعموهم كمان في نصف النهائي، لكن المصريين اكيد هيدعموا المنتخب العربي باذن الله الجزائري اللي هيواجه نيجيريا في حال تخطيه كوت ديفوار. نروح في الجول، كلود لوروا هذا المدرب التاريخي في افريقيا وليه مسيره كبيره جدا جدا في افريقيا، قال اشعر ان الجزائري يدربها جوارديولا اشاد جدا جدا بجمال بالماضي المدير الفني المنتخب الجزائري، وقال ان لما بيفقدوا الكوره ويرجعوا يستعيدوها بحيث ان هم بينتشروا زي فريق مانشستر سيتي وطبقا لخطه جوارديولا، وقال ممكن يكون رياض محرز مؤثر اسلوب اللعب اللي اتعود عليه في مانشستر سيتي على المنتخب الجزائري بشكل ايجابي جدا، وده اللي بنشوفه فعلا في المنتخب الجزائري لما بيستعيدوا الكوره، الكوره بتبقى معاهم في استحواذهم، بيعملوا شغل عالي جدا وسرعات رهيبه جدا من الجنبين ومن كمان. فكلود لورا بيشيد جدا بالمنتخب الجزائري. بالنسبه للجزائر في نفس السياق، الخبر الجزائري بتقول ان مناصره الخضر يصلون مصر، وطبعا عدد كبير جدا جدا من الجزائريين وصلوا مصر خلاص، هيكونوا او هم متواجدين دلوقتي في المباراه من خلال 4 طائرات، ولو وصلوا كمان لدور النصف النهائي هيكون في عدد اكبر، واكيد مرحب بيهم جدا في مصر. وده تصريح لوزير الشباب والرياضه الجزائري رؤوف سليم برناوي، قال سننقل المزيد من الانصار في حال بلغنا نصف النهائي، واكيد عندهم طموح كبير، نتمنى لهم بس التوفيق ان شاء الله في مباراه اليوم امام كوت ديفوار اللي بتقام في هذه اللحظات، او خلاص الشوط الاول خلص 1-0 المنتخب الجزائري ولسه الشوط الثاني بعد قليل. نروح للهداف الجزائريه نجم المنتخب النيجيري يقلل من قيمة الجزائر ويتوعدها في نصف النهائي، مين هو؟ جون أوبي ميكيل، أحد النجوم الكبار في نيجيريا ونجم تشيلسي السابق ونجم جوانزو سيني ولعب في أكثر من مكان، ودلوقتي أعتقد في تركيا متواجد يعني. قال إن إحنا هنعرف إزاي لو واجهنا المنتخب الجزائري، هو بيتمنى إن هو يواجه المنتخب الجزائري مش منتخب كوت ديفوار، بيقول أه المنتخب الجزائري قوي بس إحنا هنعرف هنفوز عليه إزاي، واثقين جدا في إمكانياتنا. وقال ان هي هتكون طبعا مباراه كبيره وصعبه، لكن احنا عندنا مفاتيح الفوز على المنتخب الجزائري. والتصريحات ايضا نفسيه شويه من جون اوبي ميكيل نجم وكابتن المنتخب النيجيري. الصريح التونسيه، وده كلام طارق دياب ونبيل معلول طبعا نجوم تونس الكبار للاعبي المنتخب، قال لهم شعب تونس وراك، لهم شعب تونس وراكم ويحتاج الى فرحه كبيره، وتصريح تحفيزي شويه للمنتخب التونسي، وخصوصا ان هم بياكدوا في كلامهم ان احنا واثقين ان احنا هنشوف المنتخب التونسي بالشكل اللي ظهر عليه امام منتخب الغاني في مباراته امام مدغشقر، ومهم قوي ان هم يوصلوا لنصف النهائي. نروح للمنتخب المغربيه واللي بتقول ايه؟ بتقول ان بالماضي بينفعل على الاعلاميين، بينفعل على الاعلاميين ليه بقى هذا المدرب الذكي جدا جدا جدا؟ لان الاعلاميين في المؤتمر الصحفي قبل مباراه النهارده قالوا له ايه؟ واضح جدا ان المنتخب الجزائري هو المرشح الاول للفوز باللقب، فهو انفعل عليهم قال لهم انتوا ايه مش مركزين غير في هذه الجزئيه ان احنا هنكسب بس اللقب مرشح الاول، مش مركزين غير في الكلمه دي، لا لسه البطوله طويله لسه احنا. طيب خلينا اقول لحضراتكم ان في هذه اللحظات طبعا مباراه الاهلي ونيوبورت كاونتي الانجليزي، والنتيجه 1-0 للفريق الانجليزي، واضح ان هي تجربه وديه قويه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وواضح ان فعلا في تدريج في المستويات اللي احنا بنقابلها، يعني المباراه الاولى كانت مباراه سهله قوي بالنسبه للنادي الاهلي، المباراه الثانيه مباراه واضح ان هي قويه جدا جدا، ودي لقطات زي ما حضراتكم شايفين من المباراه حالا هناك من اسبانيا، والفريق بيقود هذا اللقاء في هذه اللحظات. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي وان يحقق اكبر قدر ممكن من الاستفاده من خلال المباريات الوديه ومن خلال المعسكر بشكل كامل، عشان ان شاء الله باذن الله نشوف اللاعبين واقفين على رجليهم بشكل كبير خلال المرحله
الجايه. خليني اقول لحضرتك انه بينورني وشرفني في الاستوديو في هذه اللحظات استاذ العزيز والناقد الرياضي الكبير استاذ عمر البنوبي. استاذ عمر نورنا وشرفنا. ده نورك يا امير. اخبارك ايه؟ كله تمام. كله تمام. كله تمام. يعني في كلام كتير جدا عايز ابتدي معاك بمعسكر النادي الاهلي في اسبانيا ومدى اهميه هذا المعسكر والمباراه الوديه لسه كنا بنتكلم عليها ولقطتها هي حصريه كانت مذاعه الان لجمهور ومتابعي قناه الاهلي. مدى اهميه هذا المعسكر ومدى اهميه هذه المباريات؟ يعني في البدايه طبعا مع التلاحم في المواسم وما كانش فيه فرصه للراحه طبعا للنادي الاهلي، حتى لو كان مصر ما استضافتش بطوله افريقيا كان برضو الاهلي هيكمل وهيبقى موسم متلاحم في الفتره اللي جايه، كان محتاج طبعا لاسارتي انه يعمل معسكر يشوف جميع اللعيبه يبتدي يجرب تكتيكات معينه في اللعب عنده. اعتقد كمان دلوقتي المعسكر بصفوف مكتمله يقدر يحقق منه استفاده فنيه اعلى. وجود معسكر خارجي لما نتكلم انه الاهلي بيعزل اللاعبين عن الاجواء اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي، حتى الاجواء الجماهيريه واجواء بطوله افريقيا وكل حاجه والتركيز بس في الملعب، التركيز على التدريب على مباريات وديه متدرجه المستوى زي ما شفنا المباراه الاولى والنتيجه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي. النهارده مباراه اقوى شويه، لاسارتي بيجرب تشكيل مختلف، بيدي فرصه للعيبه كانت بعيده عن التشكيل الاساسي في الفترة اللي فاتت، كل ده بيتيح للاسارتي والجهاز المعاون له انه يحقق يعني الاهداف اللي مستنيها من معسكر زي ده، وخصوصا ان المعسكر جاله في فترة كويسة فلس. عنده يعني اعداد للموسم الجديد رغم انه هيلعب الزمالك بعد ما يرجع من اسبانيا. تمام، اكيد ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يستفاد اكبر استفاده من هذا المعسكر وان شاء الله باذن الله يكون موفق خلال الفتره القادمه. خليني اقول لحضراتكم ان الان في هذه اللحظات ضرب جزاء للمنتخب الجزائري ومع بدايه الشوط الثاني وبالتحديد في دقيقه 48 واللي هيشوط ضربه الجزاء هو اللاعب الدولي الكبير للمنتخب الجزائري هو بغداد بنجاح صاحب هدف او هدفين حتى الان في البطوله. نتمنى كل التوفيق لبغداد في احراز هذا الهدف. وبغداد ضيع، بغداد بنجح للاسف الشديد، كره خبطت في العارضه وطلعت بره، لكن ان شاء الله كل الامال بالتوفيق للمنتخب الجزائري. بالتالي يا استاذ عمر عايز اتكلم معاك في بطوله الامم الافريقيه ومباراه الجزائر وكوت ديفوار واقوى المرشحين من خلال متابعتك للفوز بهذا اللقب بعد خروج مصر، وهنتكلم بالتفاصيل عن الاسباب والحلول فيما يتعلق بمنتخب مصر. اتفضل. يعني انا شايف انه البطوله بدات خلاص تتضح ملامحها، يعني هو اقوى منتخب في البطوله حتى الان هو المنتخب الجزائري، يليه المنتخب النيجيري ثم المنتخب السنغالي. اعتقد انه كمان منتخب الجزائر بيلقى دعم كبير من الجماهير المصريه، يمكن كمان كان ليا حوار امبارح على بوابه اخبار اليوم مع الشاب خالد المطرب العالمي طبعا. وهو يعني قال لي انه غنى لدعم المنتخب الجزائري مع اصدقاء له في باريس ووجه لهم رساله وكشف لي ان هو متواصل حتى مع لعيبه منتخب الجزائر. قال لي بعد المباراه الاولى اتكلمت مع رياض محرز، في دعم كبير من الجمهور الجزائري والاعلام الجزائري. لو بصيت على يعني الوفد الاعلامي المتابع للمنتخب الجزائري هنا من الزملاء الصحفيين الجزائريين عددهم كبير مش قليل، مقيمين بشكل كامل في مصر، بيروحوا كل الماتشات، متفاعلين مع منتخبهم. المنتخب الجزائري يمكن جه هنا القاهره ما كانش حد يعرف التشكيل المتوقع اللي هيبدا بيه جمال بالماضي المباراه الاولى، بعد كده فوجئنا انه عنده تشكيلين والتشكيلين على جاهزيه عاليه على مستوى فني متقارب يقدروا ان هم يحسموا اي مباراه. اعتقد ان منتخب الجزائر بالنسبه لي بالعاطفه كمان انه انا منحاز للمنتخب الجزائري جدا يعني اعتقد ان هو هيكون مرشح اول للبطوله ده اكيد فعلا. لكن مشواره برده مش هيكون سهل، يمكن هو قدر يتفوق على السنغال في المجموعات ومتوقع انه كمان يلعب السنغال تاني في سيمي فاينال. ده هيلعب نيجيريا السنغال نيجيريا المنتخب الجزائري هيلعب نيجيريا لو نيجيريا برضو مباراه صعبه يعني حتى طبعا. سواء السنغال او نيجيريا على فكره انه يلعب السنغال اصلا تاني اعتقد ان تبقى برضو مباراه صعبه جدا لان انت كسبتهم في دور المجموعات والمفاجات دلوقتي بتبقى وارده بقى لانه كمان يعني فكره انه السنغال بساديو ماني بالتشكيل اللي موجود بمدرب زي اليو سيسي برضو مدرب شاب قصاد مدرب شاب على فكره والاثنين عندهم طموحات كبيره والاثنين قدموا اوراق اعتمادهم بشكل قوي جدا خلال الفتره اللي فاتت وخصوصا في مباريات امم افريقيا اعتقد الموضوع هيبقى صعب قوي. اكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري، لكن انت بترشح الجزائر بقوه للفوز باللقب. بالظبط. تونس ممكن تحقق مفاجاه طبقا للمستوى اللي احنا شفناه في اول ثلاث مباريات، المستوى ابتدى يتحسن في مباراه غانا، النهارده عندهم مباراه ظاهريا سهله امام مدغشقر، لكن منتخب الملاجاشي منتخب قوي واضح ان هو مستعد بشكل جيد للبطوله وبيوصل لاول مره في تاريخه للبطوله اصلا وكمان لدور الثمانيه. ممكن المنتخب التونسي يعود بقوه وينافس بقوه على اللقب.
يعني خلينا نقول ان اللي تونس فيه مفاجاه زيها زي مفاجاه مدغشقر بالظبط بالنسبه لنتائج دور المجموعات. يعني احنا شفنا منتخب التونسي في دور المجموعات مفيش ثبات في التشكيل، مفيش نتائج ايجابيه، صعدت من غير ما تفوز. الوضع صعب في جوه الاتحاد التونسي لكره القدم، انتقادات عنيفه، الاعلام هناك حتى بيهاجم المنتخب التونسي من بدايه البطوله بعد النتائج بتاعه دور المجموعات. فده مفاجاه برضو ان المنتخب التونسي يوصل لدور الثمانيه. اعتقد انه منتخب مدغشقر الميزه، انا بتمنى بقى تونس تاخد البطوله، انت بتمنى الجزائر ما تاخدش. اتفضل. كلهم عرب يعني في النهايه نبقى مبسوطين الحقيقه. يعني احنا حتى الجمهور المصري متفاعل جدا مع المنتخبات العربيه سواء تونس سواء الجزائر، بيدعم استمرار مشوارهم حتى نهائي البطوله ان شاء الله. يمكن انا شايف انه المنتخب التونسي فكره عدم الاستقرار عنده جوه الاتحاد التونسي لما اقالوا المعد النفسي بعد دور المجموعات لانه بيقولوا مالوش تاثير على اللاعبين، برضو دي عملت هزه كان ممكن يستنى لبعض البطوله. منتخب مدغشقر عنده ميزه نسبيه ثانيه خالص، انه بيلعب بدون اي ضغوط. منتخب جاي بيشارك لاول مره، بيظهر لاول مره في البطوله دي، وبطوله كبيره معاه مدرب، حتى وضع المدرب نيكولا دي بوي ده مدرب يحاول وضع خاص لانه بيدرب منتخب مدغشقر وبيدرب نادي في الدرجه الثالثه في فرنسا في نفس الوقت. والله يمكن انا لما عملت معاه حوار قبل البطوله قلت له ازاي بيتوفق بين ده وده، قال لي ده له وقته وده له وقته، والاولويه عندي المنتخب مدغشقر. قال لي حتى هم في النادي هناك في فرنسا عارفين انه انا الاولويه بالنسبه لي منتخب مدغشقر، وانه بمجرد ما دخلت معسكر الاعداد لمدغشقر انا تركيزي كله بالكامل مع منتخب مدغشقر. بيلعب بدون ضغوط، بيتعامل بتواضع كبير مع الجميع داخل الاتحاد الملغاشي. حتى هو في نفس الحوار قال لي كلمه انا حتى خدتها عنوان، قال لي احنا هدفنا من المشاركه في البطوله عايزين نخلي احمد فخور بينا. يعني هم كمان عارفين وحاسين بالدعم اللي بيحصل لهم من احمد رئيس الاتحاد الافريقي لانها بلده طبعا. لكن اعتقد انه المباراه مش هتكون سهله. منتخب تونس منتخب مفاجات في البطوله دي، منتخب مدغشقر هو مفاجاه البطوله. هنشوف المباراه ممكن تكون شبه متكافئه جدا، لان حتى لو اتكلمنا فنيا اداء منتخب مدغشقر قوي جدا. احنا شفناهم عملوا مباريات كبيره، قدروا ان هم يكسبوا نيجيريا، صعدوا اول مجموعتهم، ونيجيريا مش منتخب قليل طبعا. نيجيريا مع مدرب خبير زي جرانيت رور الالماني، اعتقد ان الموضوع يعني مش من فراغ. يعني برده مش هنقول انه مدغشقر هي الدنيا ماشيه بالحظ، لا هي مش ماشيه بالحظ. في فعلا كواليتي لعيبه كويس موجود في مدغشقر، معظمهم بدا يتجه للاحتراف في اوروبا وفي فرنسا. كان من شفنا احنا تجربه لباولين فوافي عندنا في الدوري المصري، ادى بشكل قوي جدا مع مصر متواجد مع منتخب مدغشقر بالظبط، وعلى مدار سنوات. يعني احنا مش بنتكلم في انه لعيب طفره، لا هو على مدار سنوات مستوى ثابت. فواضح ان هم في تطور كبير في الكوره هناك، فالمباراه مش هتكون سهله. اكيد نتمنى كل التوفيق ايضا للمنتخب التونسي في هذه المباراه، يتاهل لدور نصف النهائي. نتكلم بقى عن منتخب مصر وهذه الصدمة. نتكلم عن منتخب مصر، هذه الصدمة الكبيرة جدا جدا للشعب المصري. الأسباب من وجهة نظرك لكل الكواليس ولهذه النتيجة السيئة والخروج المبكر وكل هذه الأمور، من وجهة نظرك شايف الأسباب إيه؟ خلينا نمسكها واحدة واحدة. حلو. إحنا بعد روسيا كان عندنا فرصة إننا ننتقل من حقبة فنية كان بيديرها الأرجنتيني هيكتور كوبر لحقبة تانية بمدير فني جديد. كويس. فوجئنا إنه تم تكليف كابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل بملف التعاقد مع مدير فني، وبالفعل أنا كنت متابع لحظة بلحظة الموضوع، راح فرنسا وراح إنجلترا وقابل أكتر من مدير فني واقترحوا عليه أكتر من اسم، وكان كلها أسماء قوية بالمناسبة. ممكن نقول أبرز هذه الأسماء؟ كان في خليلوزيتش مدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، وقدروا يصعد بيهم كأس عالم، ومدرب خبير وبيدرب نانت الفرنسي بالظبط دلوقتي. بنتكلم عن تيريون ري، حتى ولو كانت هتبقى تجربة جديدة ومغامرة، لكن في النهاية أنت بتبدأ بتبني جيل جديد، أنت بتبني على جيل محمد صلاح وجيل كأس العالم، تعمل حاجه جديده وحابب ان انت تطلع لعيبه شباب، وده شفنا جزء منه مع اجري في البدايه. لكن نرجع تاني انه في النهايه فوجئنا بالتعاقد مع اجري، ثم سالجادو جاي مع الموضوع كده مش عارفين القصه. ما تعرفش لحد دلوقتي هم قالوا انه مدرب معسكرات، يعني لما اتسالوا في الموضوع قالوا سالجادو مدرب معسكرات، يعني هيجي في المعسكر اسم كبير يبقى موجود مع اللعيب. يعني هم يعني الكريتيريا بتاعت الموضوع او حتى جوب ديسكريبشن لموضوع سالجادو يعني جه ومشي واحنا مش عارفين عنه اي حاجه. فمفيش مشكله، يعني خلينا نعدي مساله سالجادو دلوقتي. الفكره نفسها انه انا فنيا ايه اللي استفدته من المرحله بتاعت اجري؟ صعود الامم افريقيا، انت كده كده بقيت الدوله المنظمه، كنت هتصعد، اديت مباريات بعضها جيد، لكن المستويات كانت متفاوته، انت بتلعب تصفيات مع اسواتيني والنايجر، مستويات ضعيفه جدا، قدرت تحقق نتائج كبيره، انت برضو معاك كواليتي لعيبه مش قليل. لكن كواليتي اللعيبه ده لسه هنيجي للعيبه في الاخر، لكن اتكلم كنقطه المدير الفني، كواليتي اللعيبه ده كان ممكن يطلع منه شغل فني عالي جدا. لو في مدير فني عارف قدرات اللعيبه دي بنفس القائمه، حتى لو كانت بس مش بنفس القائمه قوي، يعني كنا محتاجين رمضان صبحي لانه اكيد كان لازم يبقى موجود.
كهربا، محتاجين كهربا، محتاجين عبد الله جمعه، محتاجين محمد هاني، محتاجين عمرو الصليه في وسط الملعب. في اسماء كان لازم تكون موجوده، لكن خلينا نتفق انه احنا حتى في الملعب في بطوله امم افريقيا كسبنا اول ثلاث ماتشات، وكنت برضو بقول احنا مش مقنعين، احنا لا ما بنبنيش هجمه من الخلف للامام بشكل سليم. صح. احنا بنعتمد على الفوارق الفرديه ما بين اللاعبين داخل الملعب، ان محمد صلاح عنده امكانيات عاليه بيقدر يخلص ماتش، كره عرضيه خلص منها ماتش، لكن الشكل اللي احنا شايفينه تريزيجيه لما في ماتش زيمبابوي في الافتتاح، الشكل اللي احنا شفناه ده ما فيهوش اي شغل فني. الاخطاء نفسها اعترف بيها الجهاز الفني وما صححهاش. يبقى كان شغل الجهاز الفني فين في الوقت ده؟ تمام. يعني لما الاقي كابتن هاني رمزي طالع يقول والله احنا عندنا اخطاء بعد مباراه اوغندا في بناء الهجمه وفي وسط الملعب طب انا ما شفتش ده اتحل قدام جنوب افريقيا. انا كنت في تلفزيون في يعني في احدى القنوات، وفي قبل مباراه ال 16 سالت تلعب مين، قلت لهم العب جنوب افريقيا لو انا في حالتي، لانه جنوب افريقيا بتلعب كره منظمه وده كان واضح في الملعب فعلا. وشفناه انت ما كنتش منظم حتى في الهجمه اللي جت فيه الجول، الدفاع كان واقف وقفه غريبه جدا دخل فيه الجول، لكن انت كمان ما قدمتش حاجه عشان تقدر تكسب مباراه. فاعتقد انه اللعيبه كمان بقى نرجع بقى للعيبه، فكره ان انت مش مركز اصلا في البطوله، كله بيفكر في الاعلانات. اه طبعا بتفكر في الاعلانات، بتفكر في السوشيال ميديا، بتصدر لك ازمات وانت بتستجيب للفكره دي. وحتى القرار نفسه، انا اخذت قرار كاتحاد كوره باستبعاد عمرو ورده واعلنته، ما رجعش في القرار، حتى لو انا كنت غلطان، لكن انت عملت نوع من التشتيت الكبير جدا، تشتيت وعدم انضباط داخل المعسكر في ان انت صدرت للناس وطلعت تقول اصل ده اللعيبه ضغطت علينا عشان عمرو ورده يرجع. ده عمره ما حصل في الكره المصريه يعني، ما ينفعش. الجوهري لو كان موجود الله يرحمه اعتقد ان ما كانش يعني كان مشى اتحاد الكوره، كان جزء يعني كان جزء كبير كمان من اللاعبين دول ما كانوش هيبقوا موجودين مع قوه اساميهم ومع ادائهم في انديتهم. بالظبط. لانه في النهايه الانضباط هو اللي بيصنع بطوله. قبل البطوله بتكلم مع وينفريد شيفر الالماني اللي اخذ نسخه 2002 مع الكاميرون، قال لي قبل ما امسك منتخب الكاميرون رحت لفيت على اللعيبه الكبار في انديتهم. حلو. رحت السونج، رحت المبومة، رحت الباتريك سوفو، رحت لعيبه تانية كتير، سالتهم انتوا جيرمي قال لي انتوا ايه اللي محتاجينه في منتخب الكاميرون مني في المرحله اللي جايه. قال لي سونج، قال لي الانضباط، مبومة قال لي الانضباط، قال لي معظم اللعيبه الكلمه الاولى قالوها الانضباط. احنا محتاجين انضباط، اللعيبه كلها كويسه لكن كويس. محتاجين انضباط. نفس الكلام كليمنس وسترهوف اللي اخذ البطوله مع نيجيريا بالجيل التاريخي في 94، كويس. قال لي انا عملت انضباط في منتخب نيجيريا فقدرت اوصل نهائي 90 واوصل ان انا اخد البطوله في 94. النقطه دي مهمه، هي غابت عننا وبقت واضحه للكل، يعني احنا مش بنقول حاجه مستخبيه. بالظبط. انتوا شايفين موضوع الاعلانات وغيره وغيره ومشاكل اللعيبه وحتى طريقه تعامل اللعيبه مع السوشيال ميديا، مع الجمهور، مع الاعلام، مع الكاميرا في الملعب. صح. ما ينفعش لعيب مهما كان يقول للجمهور انا مش سامعكم وانا مش شايفكم، انت يعني انت بتلعب علشان الجمهور، ولابد تعرف ان انت في النهايه الكرة دي جزء من صناعة الترفيه. انت دورك ان انت تأدي بشكل كويس لان انت بتكسب، وفي نفس الوقت الجمهور عاوز يستمتع، الجمهور اللي بيدفع ثمن التيكت ده عاوز يستمتع، عاوز يشوف منتخب بلده بيكسب. فكان في كان في سوء تعامل من كل اللاعبين. فكرة استقالت كمان اتحاد الكورة، في ناس اتخذت في الرجلين برضو، يعني اوكي هو لازم يستقيل، مسؤولية تضامنية على الكل، فانا اتفق معاك. يعني حد زي مثلا الحاج محمد ابو الوفا هو مهتم باندية الصعيد والدرجة الثانية، والراجل معلوش اي حاجة مثلا. دكتورة دينا الرفاعي ملف الكورة النسائية ولسه جاية مثلا في شهر 7. بقية المجلس في جزء منه متداخل في الكورة وفي جزء لا، لكن في النهاية الوضع نفسه كان يستدعي فعلا اعاده الانضباط للمنظومه كلها. صح. حتى وان كان في ضحايا للموضوع ده، لكن في النهايه لازم اتحاد الكوره يكون في مجلس اداره من ناس عندها القدره انها تدير كره قدم وتحولها لصناعه، صناعه محترفه، يبقى عندنا دوري محترفين، نتعامل باحترافيه مع كل شيء. ما ينفعش ان انا اعتمد على عناصر في اداره المنتخب او في المنتخبات الوطنيه فشلت قبل كده 3-4 مرات. طيب انا قبل ما اتكلم في الحلول للكره المصريه فيما هو قادم من فترات كثيره ان شاء الله باذن الله، عايز اتكلم احنا ليه ما تعلمناش من اللي حصل في روسيا؟ يعني بعد روسيا الاعلام اتكلم بشكل كبير جدا واحنا لازم نصحح ولازم نعمل ولازم ولازم ولازم، والناس كلها اتكلمت ومسؤولين وكلام من ده، مفيش اي حاجه اتغيرت، رحنا لكارثه ثانيه هنا في مصر في افريقيا. هقول لك ليه، لانه بعد روسيا احنا كنا راجعين من فكره احنا 28 سنه ما بنوصلش ووصلنا. تمام. فاعتبرنا ان ده جزء ممكن يغفر لاتحاد الكوره المسؤوليه عن الشكل السيء او نتائج، ان انت تخرج بصفر ما تقدرش تكسب ولا مباراه
والاعتماد على طريقه كوبر الدفاعيه، هي دي فلسفته. ممكن ما تكونش مناسبه لينا، ممكن انا العبها بطريقه تانية طبعا، لكن مش بالشكل الصعب اللي كان بيعمله هيكتور كوبر. لانه خلينا نقول كمان انه هيكتور كوبر وصل بعد الصعود لكاس العالم لمرحله تعالي على الاعلام وعلى الكوره في مصر، انه شايف ان ده قدراتكم وتقدروش تعملوا اكتر من كده. لا، احنا كان ممكن نقدر نعمل اكتر من كده، كان ممكن نادي افضل من كده اذا كان في تكتيك مختلف وكان في تعامل مختلف واستغلال لقدرات اللاعبين ومفيش مجاملات في الاختيارات. صح، لكن للاسف احنا صدمنا في روسيا بمجاملات في الاختيارات. لعيب زي عمر جابر مثلا ما كانش بيلعب في نادين بقاله سنتين وكان موجود في قائمه كاس العالم، وجينا شفناه تاني هنا في امم افريقيا برضو، رغم انه عمر جابر ما اداش يعني الموسم الواو مع فريق بيراميدز، كان بيلعب باك ليفت في في الموسم اللي فات بالظبط، حتى تغيير في مركزه. طب انت ليه واخد عمر جابر؟ مشكله عمرو ورده واللي حصل. فكان عندنا اسباب كتير. لو نرجع لسؤالك انه ليه حصل ده بعد ما شفنا انتقادات بعد العوده من روسيا، لانه خلاص هو الناس كانت شايفه ان وصلنا كاس العالم، طب نشوف احنا عندنا امم افريقيا وعندنا مرحله جديده لكاس العالم 2022، فندي فرصه نشوف مدرب جديد ونشوف شكل مختلف. لكن الحقيقه يعني انا شايف انه والله انا ما كنتش موافق تماما على سياسه هيكتور كوبر وعلى طريقته في اداره منتخب مصر، بس حقق اهداف. لكن في النهايه هو في اهداف اتحققت وكان في نتائج جيده، والتاريخ لا يذكر الا النتائج طبعا. هنا انت لا حققت نتائج ولا حافظت على المبادئ ولا وصلت لاي شيء. دلوقتي كوت ديفوار اتعادلت 1-1 مع المنتخب الجزائري، اتصعبت قوي يا امير كده، بقت الدنيا اتصعبت قوي. لسه صعبه، هي متاحه طبعا بس في صعوبه طبعا، لكن اتصعبت لانه كمان منتخب كوت ديفوار مش منتخب قليل وعنده مجموعه من اللعيبه قويه. اعتقد انه ضربه الجزاء اللي اهدرها بغداد بونجاح هتكون نقطه تحول في المباراه، وهنشوف هترسى على ايه، لكن انا بثق في قدرات لعيبه منتخب الجزائر ان شاء الله. طب نكمل جزئيه روسيا وعدم التعلم من الاخطاء. يعني انا شايف انه بعد روسيا كان لابد يكون في، حتى لو مش هنقول ان اتحاد الكره يمشي، نشوف حتى تغيير في السياسه. سياسه اداره الكره في مصر بتاعتك انت بتعملها ازاي؟ انت مشيت على نفس الطريقه ان واحد بس اللي بياخد القرار هو المهندس هاني ابو ريده، بقيت اعضاء مجلس الاداره بيعرفوا القرار بالصدفه، وده حصل وشفناه على ارض الواقع في التعاقد مع اجري. صح، انه فوجئنا انه لكن اسم مش متاح اصلا، اسم مش مطروح، هو طرح على حازم امام لكن استبعده، ففوجئ بيه ان هم قعدوا معاه في روسيا وتعاقدوا معاه في حضور سالجادو. الاهم من ده كله ان تم اعلان التعاقد معاه عن طريق احد اعضاء مجلس الاداره، لان سالجادو كان موجود، هم استشاروا سالجادو. الحقيقه على فكره الكواليس اللي حصل كوكيل مش كوكيل، كصديق، هم بيعتبروا انه سالجادو صديق ليهم يعني. كواليس اللي حصل انه كانوا في الفيفا زون في كاس العالم، موجود المهندس هاني بوريده، المهندس احمد مجاهد، وبعدين احد وكلاء اللاعبين المعروفين، ومعاه سالجادو، فاتكلموا شويه فقالوا له تطرح علينا مين؟ قال لهم اجري. طب انت هو موجود هنا في روسيا؟ قال لهم هاتوا تعالى، وقعدوا وخدوا القرار بالظبط، وخدوا القرار تمام. على فكره قرار التعاقد مع اجيري تم بناء على الكلام مع سالجادو مش مع اجيري نفسه، يعني هما الفكره بالظبط مش في اجيري. وبعدين سالجادو عنده اكاديميه كوره، اعلانات، بيشتغل في دبي طول الوقت، قاعد في دبي طول الوقت. طب هو بيجي على المعسكر، طب كان بيعمل ايه؟ اسئله كتير. لكن الحل فين؟ الحل انه دلوقتي اتحاد الكوره طبعا وفقا للائحه اذا اجريت انتخابات خلال ال 90 يوم وجي مجلس اداره جديد، اتمنى انه الامور الفنيه توكل لمدير فني محترم وقوي لاتحاد الكوره. طبعا كل الاحترام والتقدير للكابتن محمود سعد موجود دلوقتي في المنصب ده في اتحاد الكوره، لكن انا شايف انه السياسه الفتره اللي فاتت لو كان له يد فيها فهي لم تنجح، فشلت امام الجميع. لابد يكون في تكنيكال دايركتور حقيقي لاتحاد الكوره، بناء على خطه التكنيكال دايركتور ده زي اي اتحاد كره في العالم. صح، يتم التعاقد مع المدربين اللي يقودوا المنتخبات بمختلف مراحلها السنيه حتى المنتخب الاول. في سياسه واضحه، ابقى عارف انا اهدافي ايه، يبقى عندي شورت بلان وعندي لونج بلان، وابقى عارف انا بعمل ايه بالظبط في الخمس سنين الجايين. انا عندي كاس عالم 2020، عندي تصفيات 2021 امم افريقيا، تبتدي شهر 10 تقريبا بالظبط. جهزت جهزت ايه لكل ده؟ القرعه بتاعتها خلاص على الابواب بعد ايام، هنا هتتعمل هنا في القاهره. التكنيكال دايركتور بتاع اتحاد الكوره رؤيته ايه للموضوع ده؟ رؤيته ايه للجهاز الفني اللي جاي؟ هو مين اصلا هيتعاقد مع الجهاز الفني اللي جاي؟ هي دي المشكله. يعني هل دلوقتي العميد ثروت سويلم او اللواء ثروت سويلم موجود في اتحاد الكوره كمدير تنفيذي وقائم باعمال مجلس اداره هياخد القرار منفردا بتعيين جهاز فني جديد لمنتخب مصر؟ الاختيار هيبقى اجنبي ولا هيبقى محلي؟ الوضع هيمشي ازاي؟ الجزئيه دي في الحقيقه الحكايه دي هتبقى صعبه. هل ممكن تشكيل لجنه فنيه بطريقه وديه كده خارج الاتحاد وبتاع، هم اللي يختاروا المدير الفني لمنتخب مصر؟ ده مش احترافيه. خلينا برضو نتفق انه ده ممكن يكون حل بيننا وبين بعض هنا في مصر، وكنا بنلجأ للحاجات دي وبنلجأ للحكماء وبنستشير ناس، لكن انا شايف انه الامور لابد تمشي في اطارها القانوني وفقا للائحه اتحاد الكوره. تمام، اعملوا انتخابات،
هاتوا مجلس جديد، المجلس ده يبتدي، انا قصدي لجنه فنيه من للكوره، لاختيار مدير فني. اعتقد انه في مصر صعب، عارف انت هنا لو لو اخترت اللجنه دي كل واحد هيبقى شايف حد على هواه وكل واحد هيرشح حد. ثانيا مين مدرب مصري حاليا في الوقت الحالي يتصدى لمهمه تدريب منتخب مصر في وقت حرج زي ده؟ اعتقد انه الاسماء محدوده جدا، وطرح اسم عوده الكابتن حسن شحاته انا شايف انه يعني الكابتن حسن شحاته عمل تاريخ كبير طبعا. واعتقد انه يكتفي بهذا القدر، ويعني هو راجل له قيمه كبيره عند الجمهور في مصر. أكيد. فما يجيش في فتره صعبه زي دي كمان. اعتقد انه التفكير لو اجنبي لابد يبقى فيه دراسه، انت هتجيب اجنبي يعمل ايه؟ انت مع الاجنبي ولا الوطني؟ انا مع المدرب الاجنبي. لانه مش هيتفقوا على مدرب وطني هنا. يعني لو اتكلمنا هتلاقي الترشيحات حسن شحاته، حسام حسن، طلعت يوسف، ايهاب جلال، هاني رمزي، حسام البدري، اسماء كتير هتتحط. وكل واحد هيلاقي اللي بيدعمه في الاعلام وجوه اتحاد الكوره، لكن في النهايه الناتج ايه، الرؤيه ايه، مش عارفين. يعني لابد انه يكون في بس رؤيه لاتحاد الكوره يقول لي هو اصلا عاوز يعمل ايه في المسابقات المحليه وفي المنتخبات عشان اقدر احكم عليه بعد كده. يعني انا لما اجي اقيم اجيري هقيمه على اي اساس؟ انت قلت لي اصل انا جايبه لكاس العالم، طب انت خسرت هو افريقيا رحت ممشيه، طب مشيته ليه؟ لما انت متعاقد معاه مثلا لحد كاس العالم، تمام؟ النتائج سيئه، طب ما انت اللي اخترته والوقت مش بعيد، ده انت جبته في 8 اللي فات. فيعني المفروض تكون قيمت، حتى لو كنت شايف انك محتاج تغيير كنت غيرت. ليه التمسك بالموضوع بالشكل ده؟ وبعدين كان في احد اعضاء الجهاز الفني من منتخب مصر من الاجانب اللي جايين مع اجيري بيشتغل في مدرسه كوره لاسبانيول الاسباني، وبيشتغل ده وهو موجود في المنتخب، تيتو جارسيا. طب هل ده يليق لا طبعا يعني تيتو جارسيا المدرب المساعد لاعب كره السله باسم وحجم منتخب مصر يبقى عنده مدرب في اكاديميه مع براعم اكاديميه اطفال مع يعني اسبانيول. عايز اقول لك انه قبل امم افريقيا بما فيش اسبوعين كان هناك في اسبانيول وبيصور حاجه للاكاديميه دي، ويعني بيشوف شغله. طب يعني اللي احنا فيه يعني. ده اكيد طبعا. وده حصل في غفله من الزمن، انه ازاي انت تجيب جهاز فني لمنتخب مصر اللي دربه حسن شحاته، دربه باب برادلي، حتى لو باب برادلي فشل في اخر مباراه لولا كان هيساعدك كاس عالم بغض النظر عن النتيجه، لكن ادى مهمته المطلوبه منه بنجاح لحد النقطه اللي فيها كان في فوارق وكان لها ظروف استثنائيه في الكوره هنا في مصر، كانت الكوره متوقفه. تمام. قبل كده لو شفنا الكابتن حسن شحاته، شفنا الكابتن محمود الجوهري، مايكل سميث، شفنا اسماء كبيره حتى من الاجانب حتى وان لم يؤدوا ما عليهم او ما ظهروش بالشكل القوي، لكن رود كرول كان عنده مشروع كويس ما كملش لكن برضه اسم كبير طبعا. لكن لما اجي اتعاقد مع مدير فني اجنبي ابقى عارف انا جايب مين وهيعمل لي ايه. مش يبقى الموضوع عشوائي بالشكل اللي احنا شفناه. هل في اسماء اجنبيه مرشحه من وجهه نظرك او انت ترشحهم؟ اعتقد انه صعب دلوقتي ترشيحات لما نعرف بس هو مين اللي هيجي. رينارد مين هيجي؟ رينارد اعتقد انه لا، مش هيفضل انه يدرب منتخب مصر في الوقت الحالي. عنده عروض اعلى بكتير ماديا كمان السعودية. في السعوديه، في قطر، في انديه كمان جاله اليابان في فتره اتكلموا معاه منتخب اليابان قبل امم افريقيا. فاعتقد انه رينارد خطوته الجايه هتكون في دوله فيها فلوس كتير في اتحاد كورتها انه يدفع مبالغ ضخمه. وفي نفس الوقت انا لو شايف لو هرشح حد ارشح مدرب يكون عنده خبره في الكره الافريقيه زي رونار كده. بالزبط. يعني هيرفي رونار عمل نتائج كويسه جدا هنا ودرس الكوره في افريقيا بشكل كبير. ما ينفعش اجيب حد زي اجيري. اجيري ما يعرفش اي شيء عن الكوره في افريقيا. وبالتالي انا لو هجيب اجنبي يكون عنده خبره هنا. يا استاذ عمر انا بشكرك شكرا جزيلا واستمتعت جدا بالفقره بتاعتك، واكيد دايما بكون سعيد وانت متواجد معايا. انا اسعد والله يا امير وميرسي جدا على ذوقك. بشكرك شكرا جزيلا. كان ضيفنا العزيز في الفقره الثانيه من حالي الكلام في الميديا النهارده استاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي باخبار اليوم، وكلمنا في ملفات كتيره عديده جدا سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي او بطوله الامم الافريقيه ومنتخب مصر وكل شيء. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده يوم السبت القادم ان شاء الله. الى اللقاء.